السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نحن اليوم ثلاثة فيفري 2019، الموضوع هو حول القنوات الفضائية والانتخابات الرئاسية 2019 في الجزائر. أسعد بالمشاركة نتاعكم. وعليكم السلام الأخ حمزة، الأخ فؤاد، الأخ رشيد. الإخوة والأخوات، ماذا بكم عجل باش تساهموا معنا في النقاش، يعني من خلال الإثراء نتاعو. تحياتي لك الأخ عبد القادر والأخ شمسو. ماذا بكم عجل باش تنشروا الرابط نتاع الصفحة والرابط نتاع الفيديو في الصفحات، يعني نتوعكم على الأقل يعني. والإخوة اللي يقدروا يعني يطوعوا هكذا ينشروا الرابط تاع الصفحة تاع المصالح الجزائرية في مجموعات وفي صفحات، حتى باش إن شاء الله يصل أكبر عدد ممكن من الناس ويساهموا معنا في هذا النقاش وفي هذا الحوار. الموضوع إذن هو حول القنوات الفضائية في الجزائر. علاش هذه القنوات هي تسند زيد أو عمر من الناس؟ هل ترى من منطلق تاع مصالح؟ هل ترى من منطلق تاع جهوية؟ هل ترى من منطلق هو أنه هذا الناس اللي راهم رايحين يترشحوا أو اللي راهم في السلطة، هل ترى يقاسموهم الأفكار؟ هل ترى هذا الناس اللي راهم يعني في القنوات الفضائية سواء في الداخل ولا في الخارج راهم يتلقاو أموال، وبالتالي هما يقفوا مع زيد أو عمر من الناس؟ مش بالضرورة هو أن يكون رئيس القناة ولا المدير تاعها هو راهو عالن الولاء نتاعو لشخص، قادر هو راهو محرش ناس أو مكلف ناس، يظل نهار كامل هما في مهاجمة زيد أو عمر من الناس، وفي المقابل راهو هو يتلقى في الأموال إلى غير ذلك. يعني المهم الموضوع هذا راهو واسع، حبينا إن شاء الله من خلال هذا النقاش هو أنه نثريو مع بعض هذا الحوار. وعليكم السلام الأخ أحمد، الأخ عاشور، الأخ رشيد. إذا نفتح الخط هذا نشوف ترى مع أخونا هذا حمزة. إن شاء الله نجي لكم بالواحد إن شاء الله. المهم مرحبا بك الاخ حمزه، بارك الله فيك. منين راك تكلم فينا الاخ حمزه؟ قسنطينه. مرحبا بك الاخ حمزه. لو اخ حمزه اذا راهو عندك التلفزيون حاولوا انك تنقصوا، ربما راهو كاين شويه تشويشك. ايوا تفضل تفضل في الموضوع. نعم نعم تفضل. السلام عليكم، تسمع فينا؟ راني نسمع فيك ولكن راهو كاين تشويش في الخط تاعك. نضرب نعاود لك، بارك الله فيك. اوكي شكرا الاخ حمزه. نشوفوا ترى مع الاخ يعقوب. اخ يعقوب عندك خلل في الهاتف تاعك. نشوفوا مع الاخ سليم ومن بعد نجي لك وسام. وسام تاع مقريان. يا الله يا كريم. مش بالضرورة الأخ فؤاد، مش بالضرورة يكونوا يصفقوا للعهد الخامسة، كل واحد وكذا. كاين اللي راهو يصفق للعهد الخامسة لأنه راهو عارف باللي إذا كان راح بوتفليقة راح معاه، وكاين اللي راهو درك هو يصفق الناس اخرين لانه راهو يتلقى في اموال، راهم كاين ارباب المال اللي راهم هما الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك راني دخلتك. شوفوا الاخ يعقوب وين رحت؟ وسام خرجت علاه؟ خفت ولا صاحبي؟ نورمال ماما شوفوا ترى هذا سليم. وعليكم السلام الأخ بوعلام، أخ سفيان،
اخ طاهر اصبر شويه هذوك نطلعك. اخي يزيد وعليكم السلام. للاسف الشديد الاخ راني طلعتك، يبدو انه الرفض من عندك. شوفوا ترى مع الاخ طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ طاهر. عماد الدين كي راك؟ راك لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. من راك تكلم فينا الاخ طاهر؟ الله يهنيك لك. تحيه من السكن، لك تحيه من السكن. تبسها ايه تبسها اخويا، مالا تبسها تبسها مالا راكم تعود جاي. عنده. المهم ما تقوليش باللي راكم مع غديري برك، كيفاش؟ لخاطر هو ما تقوليش برك باللي راكم مع غديري لخاطر هو متبسها. والله اسمع، لا والله نحن مع اي واحد غير بطفليقه برك. هو قال حفيظ الدراجي، قال لهم اي واحد من الجماعه غير بطفليقه برك. لا بلاتك، لان والله الامور تعفنت لدرجه كبيره. عبد نور الدين فهمتي، تعفنت لدرجه كبيره. عبيك شوف القنوات الاجنبيه كيفاش قاعد يستهزئوا بالجزائر، قاره بلاد الشهداء، بلاد الابطال، بلاد عادي يستهزئوا بالجزائر بواحد الطريقه يغلق قلبك بالذراع. اصلا صدقني يأكل قلبك بالذراع. وش إلا من يقولنا رحم الأخ ربي. في هذا الموضوع هذا نتاع القنوات الفضائية؟ شوف هي إحنا كل مرة نناقشوا القنوات سير موضوع، كل مرة نجيبوا موضوع نناقشوه. اليوم معليش، رانا أنا نتحدثوا، شفت، البارح تحدثنا عن موضوع تاع الشياتين. للأسف الشديد كان البارح أنا كانوا تبعتك. الشياتين، ها تبعتك كانوا شياتين تبعتك. كانوا قويين البارح. لا دوك اسمعني، اسمع شوف عمي نرديه دوك، هو لازم يهين نعالجه امر، لازم نرجعه للواقع، الواقع باش نعالجه امر. دوك راه كاين ناس ياسر تقول ماهوش شيات، بصح تلقاه من اول الشياتين. تلقى مثلا في حي برك واحد يسب في رئيس بلديه ولا رئيس دايره، يجي له الحي تلقاه راه يحطه فوق راسه. الانسان الناس ما عندهاش مبادئ، الناس ما عندهاش عقيده، الناس ما عندهاش شخصيه، راه الا من رحم ربي يا عمي نرديه في الامر هذا. راه لازم نرجعوا لحقيقة الشعب. دوك المشكلة نحن يعني نهرب شو من الموضوع تاعك. الإشكال الوحيد راه في الشعب، ما كانش إشكال آخر، ماهوش في النظام، وماهوش في الشياطين كما تقول، وماهوش في يعني حتى في القنوات. المشكلة راه في الشعب، صدقني ربي سبحانه يقول لكم إن تصدقوا الله يصدقكم. ما كانش منها الناس راهي مش صادقة مع أنفسها ومع أهلها ومع جيرانها، كيفاش داير يصدقك في بلد بحجم قارة؟ هو المشكل، وين هو؟ هذا هو الجوهر تاع المشكل، والجوهر تاع العضال السرطان اللي في جسمنا، من غير سرطان مرض. هذا هو الإشكال عم نردين. أما قضية القنوات كلها محسوبة على النظام. قنوات كل حتى لو كان يهدر ضد ولكن النظام كاين عنده قنوات ميتين اللي راها يهدروا في موجودة في الشارع. الخارج، كاين كاين عدد قنوات المغاربية، اللي راها موجودة في الخارج. صح، كاين المغاربية، هي المغاربية اللي خارجة كونتر النظام. هذيك راه نشوف فيها يعني الوحيدة اللي خارجة كونتر النظام. ما عدا مش القنوات غير تاعنا نحن فقط هنا الكل، أنا بالحد الساعة دي نتابع في المغاربية بزاف في الأمر هذا. أما في قضية القنوات تاعنا، صدقني ما كانش اللي يخرج على الطاعة سيرتو في بلادنا، والإنسان تلقاه معارض حقيقي ويعترض، يعني يعارض بالجسد تاعه، بالقلم تاعه، بالفكر تاعه، بالمجهود تاعه، والله يتعب في هالبلاد يتعب. شوف عدلان ملاح برك صحافي مسكين قال كلمتين حق، ظلموه في نفسيته، ما قالش على الوطن وما قالش على البلاد وما قالش على الامور بزاف. شو واش داروا ليه؟ خرج من الحبس مريض، يعني عطوله درس قاسي. ما تشوفش فيه باللي مسرحية هكذا تاع تمثيل. للأسف الشديد خرج هذا أخونا، يبدو وأنه نشوف ترى الأخ يزيد. أو من بعد نحكيه الأخ أحمد، صبر شوية برك. الو سي نور الدين، اهلا الاخ يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. واش راك اخويا؟ والله لاباس الحمد لله، ربي يباركك. منين راك تكلم فينا الاخ يزيد؟ راك مليح؟ والله لاباس. ممكن من الجزائر مدير مدية
أنا مرحبا بك الأخ يزيد. واش قلنا الأخ يزيد في الموضوع تاع اليوم المتعلق بالقنوات الفضائية؟ ما كان حتى قنوات يبيعوا في الريح، قنوات يبيعوا في الريح، اش لا قنوات؟ ما كان قنوات للشعب. قصدي القنوات الفضائية هذه، يعني مع الانتخابات الرئاسية الدور اللي قاموا به، قال مثلا يقوموا بحرب نفسية، يقوموا بإخراج ملفات من أجل إرباك شخص معين، قضية الأموال كيفاش هم يستفادوا من هذه الحملات الانتخابية من خلال الدعاية، من خلال التضليل، ربما قادرة تجي مثلا معلومات صحيحة ويحاولوا هو أنه يكاموفليوها، أو ربما تكون معلومات مغلوطة ويحاولوا هم يلمعوها، استعمال الشيتا، استعمال الكثير من الأشياء اللي تدخل فيها هذه القضية نتاع القنوات الفضائية. نجيك من الاخر، انا كاع كل شيء مبيوع، نعم المقابلات كاع مبيوعين، الماتش مبيوع، شتا عند القنوات والله عند الشعب والله كلش مبيوع، والله الاحزاب والله ما كانش والله. نقول لك واحد الحاجه، والله حاجه ما تصلح الا ربي، كاش ما يخلق كاش رجال احرار كما كان في السابق. ربي ونعطيك مثال تاع مصر، نعم الأحرار في مصر نقرا هكذا، كما هذا الغاشي والله القنوات والله الأحزاب والله جايين عاد تبع جمل ويقيطوا برك، كانوا والو يهضروا برك على بيعوا في الريح، راهم يبيعوا في الريح، بس راهي مهزلة كبيرة، مش حتى مش في القنوات بركة، في عدة ميادين كيما تحب كاع، وين تروح كيف كيف، ما كانش واحد نقول لك والله ما كان واحد يصلح. شوف انت احزاب التحالف او التحلف يرشحوا رئيس، مش عارف انا، لان النورمال ما رئيس هو اللي يترشح، يبان نعم نديروا ان شاء الله موضوع الاحزاب، يترشح رئيس. ان شاء الله نديروا موضوع الاحزاب، نحكيوا عليهم، نحكيوا على الشعب، نحكيوا على المثقفين والنخب. كل مره ان شاء الله نديروا برنامج متعلق بالانتخابات الرئاسيه، اليوم نحكيوا على القنوات الفضائيه. القنوات الفضائية اللي قلت لكم يبيعوا في الريح خويا، كل شيء خالص. انا كنت حاضر في وزارة الداخلية، شفت الاخر، شوف الاخر، شوف تهريش سير، تعرف سير تاع رحت لسمو القنوات الوزارة الداخلية، طلبت الملف تاع ترشح ولا جامي. انا مين وما تعرفش بلدي وما ترشح، تسمى شفتهم ثم كيفاش يقوموا به. شفت انا كنت حاضر، انا رحت مع واحد الزميل فما شفت واحد الشيخ، قلت واش راك جيت دير يا شيخ، وفرحانين دوك تاع نهار وتاع البلاد، انا مازال ما حكمتش في داري قبل، قلت له شيخ انا جيت، جا من مدية من اسك بن قصدير، جا بارسكوب باسكو المير دار 20 طلب المير بيس قبل ما جا، باين حل الوالي في يده، باين حل الوالي تهريش، حتى في الداخليه تهريش شويه، تسمى دار عفسه، دار عفسه هو باش يبان في القنوات الفضائيه، باش يلقاه هو سهله باش يلتقي مع الوالي. تبدي ما على بالوش كاع واش راه يدير، 72 سنه يسكن في الجزائر، هاز مطرق جاي بار ستوب يترشح، زعق علينا، وهذه المسؤوليه في ممكن الداخليه. بالك راهم كاين جهاز هكذا راهم جابوه، قال اودي ارواحنا وعدوه هكذا بسكنه، والله قال ربما راهم كش ما عطاو له مليون ولا زوج ملايين، قال ارواح نبينوك هكذاك في القنوات الفضائية باللي راك جيت مترشح و... هذا هو الجواب تاع القنوات، اذا كان صح القنوات يديروها، لا هم مكلفين، هو واضح الامر، هذو القنوات اللي كنت تحكي عليهم كاين واحد ثلاث ولا اربع قنوات مكلفين، هذو جايين ثم مكلفين، عندهم مراسل قاعد ثم، هذه هي خدمته، ما عندوش حاجه واحده اخرى، هذو مكلفين هما يروحوا لناس معينين من اجل ارسال صوره للخارج، لا سيما باللي قال ودي انتم راكم تحكيو على حقوق الانسان وتحكيو على حريه التعبير وتحكيو انتم على التنافس وكذا، او عندنا احنا المختلين عقلين هم يترشحوا في الجزائر، فهمت القضيه وراها، ومن جهه نقول لك مش من مختلين، جهه تسمى الناس على جال برك، قال مثلا هاكم تشوفوا صوره
هاكم تشوفوا الناس يعني صارت يعني كيما يقولوا لي من هب ودب، في المقابل اللي تشوف قال مثلا الرئيس راهو عاجز عن الحركة، عاجز عن الكلام، وبالتالي راهم يخدموا في جهة أخرى. اسمح لي سي نور الدين، انا بالنسبه لي مش مختل اللي يجي يترجع، اللي يتقبل اللي يتقبل الانسان هذا ويستقبله ويعطي له الملف وكذا ليه هو اللي مختل. حتى رئيس الجمهوريه مش مقعد، مش معوق. الناس اللي راهي تصرح به وتهدر وترشح به هما المعوقين. صح صح، ما هذاك مش مختل، هذاك جا بون جا يترجع. بصح انت لي في وزاره، يا رب لا اله الا الله، ما اضرب وزاره هذه مش مديرية، مش بيرو مندوبل، هذه وزارة، هذه هيئة، هذه راهو ما قالش تعطي تستقبل الإنسان كيما ذاك. الله يلعن البلاد، تعرف واش راهم يقولوا؟ يقولوا باللي احنا حتوما مهرجين، انتوما ما تعرفوا والو. هما حبوا يرجعوا الجزائر تاع التهريش، ورانا فيها. مانيش عارف والله العظيم، قارة كيما هذه يلعبوا بها مانيش عارف. صح صح، شوف شيء مؤسف، شيء مؤسف وشيء مخزي، ولكن للاسف الشديد هو انه مثل ما راك تقول انت، يا وانا نوافقك في هذه القضيه، وانه الشعب لازم يتحمل المسؤوليه نتاعو، لانه لو كان مو الشعب هو راهو ساكت، كل واحد يحوس على روحه. انا لو كان جيت مثلا انا نحوس على روحي وانت تحوس على روحك، ربما ما نتلاقاوش في هذا الفضاء هذا ونتكلموا. فهمت؟ شعب نقول لك تمرد في عقله على روحه على بالك في وقت الارهاب. سي مردين انا الاوائل انا كنت حامس له، كي تهضر معاه كنا ندخلوا للقهوه سي مردين، حبابنا واصحابنا يخرجوا كي ندخلوا على القهوه، كي تهضر معاه نقول اختي راسي انا ما نموتش خويا، انا واحد نهضر معاك يعني معاك مش بعدا مش مقهى ولا تفطر ريستور ولا حاجه يخرج. كي بعد عاود احنا لاحظناه قلنا واش فيكم يا جماعه؟ قال لك اخويا متضحك اختي راسي، شعب لنا فيه اختي راسي. الله يعطيها الخير هذا البلد. امين يا رب، والله يجيب لها الاحرار. امين يا رب. ربي تفهم شريك بالحراره سي نوديك، فهمني واش حاب نقول. نعم، ربي يجيب الخير ان شاء الله، ربي ان شاء الله يقيض رجال هذه الجزائر. ربي يعطينا الخير وخلاص. انا عارف باللي كاين في الجزائر رجال، لانه هذيك الدماء نتاع الشهداء ما تروحش هكذاك برك، كاين رجال وكاين ثاني حرائر في الجزائر، كاين حتى ولو كان ربما راهم ما مش يبانوا، او ربما لم تتح لهم الفرص، او ربما ما وصلهمش النداء نتاعنا. كاين تاكد باللي كاين رجال ان شاء الله. احنا رانا نطمح كل مره على جل باش نحاولوا نوصلوا لهم الرساله ان شاء الله، لعل الله يكونوا هكذا سمعونا وان شاء الله يتحركوا، والا الجزائر راها ماشيه المجهول. ربي ربي سي نور الدين. نعم، اذا الشعب يوما اراد الحياه. نعم سي نور الدين، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. يستجيب القدر، يجي مع النقاش ان شاء الله. ربي يبارك فيك الاخ الكريم، ربي يبارك فيك الاخ يزيد. كان رجال وكان كان ربي سبحانه وكان دم الشهداء للاسف الشديد خرج الاخ يزيد. نشوفوا ترى الاخ طاهر، ومن بعد نجي ليك ياسر، ومن بعد الاخ سماتي هذاك. شوف ترى الاخ طاهر هذا، اخ طاهر عندك مشكل في الهاتف نتاعك. شوف ربما راه عندك مشكل في الباراميتراج هذاك، شوف عاود درك لي الهاتف نتاعك ان شاء الله ومرحبا بك. الاخ ياسر، اصبر الاخ سماتي درك ان شاء الله نعاود نرجع لك. دي أرواح أطلع وكريتيكي على روح. أخي ياسر مرحبا بك، اللي راك مسمي روحك جابرييل أرواح سيدي تكلم، ماذا بنا باش نشوفوا الصوت نتاعك والصورة ونتقد على روح.
انا نقول له ما عليكم. يقدرش يطلع، ويقول لك ما تحبش تطلعهم على جال باسكو راهم ينتقدوا. الله يهديك اخ ياسر، مرحبا بك. السلام عليكم شيخ نوردي. وعليكم صباح السلام لاباس. ورحمه الله. الله يبارك فيك. واش تقولنا الاخ ياسر في الموضوع تاع اليوم المتعلق بالقنوات الفضائيه في الجزائر والانتخابات الرئاسيه هذه تاع 2019؟ هي تو سامبلومون خويا النوردين، انتخابات تاع 2019 هذه باينه دوك كيما كانت 2019 كيما كانت 2014، يعني كلش كيف كيف، كلش كيف كيف. واحد ما يغيرها، واحد ما يقدر يغيرها. كاين تابو، يعني كما يقول لك تابو، تقدر تكون كونتر ولا بصح كاينه كاينه. يفرضوها عليه، باسكو السلطه، تاعنا اللي حكمت الجزائر دوكا كما يقول لك سي بيراميد. اللي حاكم فوق لا بيراميد هذيك، اللي حاكم فوق لا بيراميد ما يلحقوش كما يقول لك ما يلحقوش الاذى، غير اللي لتحت. وشاك فوا من تحضر من لا بيراميد هذيك، الغاشي هذاك وكل كاين الغاشي، هذاك وكل يلحقوا الاذى سيتو. دونك لا بيراميد هذه صافي ا مومون كسادور، اخويا النوردين. لازم هذه يقضيو عليها لو بلوتو بوسيبل، بصح باه تقضي عليها. وفرنسا حكمت الجزائر دوبي كما يقول لك دوبي بلكك على بالك بها. ياسر، الموضوع متعلق بالقنوات الفضائيه، في اطار هذا نتاع الانتخابات الرئاسيه، قضيه نتاع اموال، قضيه نتاع الحرب النفسيه، قضيه نتاع التضليل، قضيه نتاع شهاده الزور، قضيه نتاع التلميع نتاع شخص معين، قضيه نتاع استعمال العاطفه، استعمال الجهويه، استعمال كثير من الاشياء اللي هي تدخل في هذا الاطار نتاع القنوات الفضائيه والانتخابات الرئاسيه. تعرف باللي دوك هذا الرئيس هذا لو كان ملقاش الناس اللي يطيعوه، لو كان ملقاش الناس اللي يعبدوه، لو كان ملقاش الناس في سموه، انت انسان يرحم والديك، واحد هو ولا غيره، بوتفليقه او غيره، وتشوف فيه انت انسان هو مشتاق للرحمه، هو مشتاق للعطف، هو مشتاق على جال باش هو واحد يحركه من المكان نتاعو. كيف هذا يحكم مصير تاع امه؟ لو للعبيد، فهمت؟ والقنوات الفضائية هذه عوض هو أنها قال مثلا هي تساهم في تنوير الرأي العام، تساهم في رفع درجة الوعي، تساهم في تخليص الشعب الجزائري، هي تحاول تضله، تحاول هو أنه تخوفه، تحاول هو أنه تستعمل الحرب النفسية، سواء تتعلق الأمر بما جرى في التسعينات أو قال مثلا في الحرب، وتحاول هو أنه تستعمل قال مثلا مسلسلات للإلهاء، حفلات، إلى غير ذلك من المسائل. عوض هو أنه قال مثلا تجيب مواضيع أو تجيب ضيوف أو ناس اللي هما قال مثلا يعبروا بالطموحات نتاع الشعب، تحاول هو أنه تنتقي ناس من أجل توجيه الشعب إلى الوجهة اللي راهم يحوسوا عليها، مقابل هو أنه يحقوا مصالح، مقابل هو أنه يحقوا مثلا بعض الأشياء المادية، وليذهب الشعب للجحيم، ولتذهب الجزائر للجحيم. فهمت المسألة؟ لابد هو أن الإنسان يركز على الموضوع، ما يبقاش الواحد خارج على الموضوع. إحنا نتحدثوا على الانتخابات الرئاسية كل مرة من لما تجي فرصة نتحدثوا، لأن الانتخابات الرئاسية هذه مش غير هكذا برك، راهو مشارك فيها الحلاق، مشارك فيها الكوردوني، مشارك فيها الداعية، مشارك فيها الدكتور، مشارك فيها العسكري، مشارك فيها البطال، مشارك فيها الناس كل، الصحفي، العسكري، الشرطي، شاهد الزور، كل شيء، يعني تسمى الأموال، كل شيء، كل هذه الأشياء نحاولوا هو أنه نناقشوها كل مرة، نناقشوا موضوع لجل باش نشرحوا هذه المسائل، حتى باش الناس تفهم باللي راه مش قضية نتاع روح حط الورقة نتاعك وروح تروح لداركم. فهمت؟ واش قلت يا أخويا النوردين؟ أدوار ما على بالهمش، تذوق مثلا هذا شخص مثلا في الانتخابات الرئاسية يروحوا يجيبوه، قال الشيخ والله العظيم أرواح نرشحوك، فهمت؟ يقول له، أرواح سيدي، قول برك أرواح نشوفه نصوروك برك قدام الناس، غير باش نقصروا شوية برك هكذا،
ونصورك برك الشيخ برك باللي باللي يروح انت ترشح برك والله هو يجي ربما على نيته فهمت. قال ودي احنا نسالوك هكذا قال لك شما اسئله والله ورانا نعطيوك مصروف فهمت ما تكسر راسك مولو يجي هو على نيته فهمت يجي هو على نيته تعرف مستوى الوعي في الجزائر يجي هو على نيته يقدموه هما راهم قاعدين يقابروا فيه راهم يستناو فيه ربعة خمسة ست قنوات راهم قاعدين يستناو منصبين كيما يقولوا الحمارات نتاعهم هذوك في البلاد تريبي هذوك راهم حاطينه ثم ويلا هو يدوروا به مجموعة ويديروا به سرك مش غير واحد مش غير زوج مش دوك النهار اللي توصل للناس تا تشوف مثلا هنا في فرنسا كعايش انت في فرنسا كيش ما شفت النهار انت قال مثلا فرنسي قال مثلا راهم ناس دي جورناليست هكذا قال مثلا راهم دايرين ما على باليش انا فيلم والله قال مثلا راهم هازين كاميرات والله شفت الناس راهو كيما ليه في البلاد راه الناس كامل دايره بالكاميرات تشوف شوف الكاميرات الناس راه تقضي في صالحها والله لا على بالهم به طول راه الناس تمشي تقضي في صالحها هو راهو يصور والله والله الله يسهل عليه ما واحد ما على بالو بك واحد ما على بالو بك الناس كل دور به الناس كل دور به لماذا لانه كاين ناس اللي يحبوا يبانوا يحبوا يظهروا في قناه والله هذيك ولكن ما على بالوش واش راه يدير تا واحد يجي يشهد شهاده الزور من اجل يعني باش ياخذ هو قال مثلا مجموعه هكذا من تاع الفلوس وما يهمهمش في المصلحه نتاع البلاد ماشي باش يدي اخويا نور الدين غير به شيء تبرك سيتو شيء تبرك الله العظيم مغرسة باسكو هذو الناس هذو اللي واقفين في وزارة الداخلية هذو في وزارة الداخلية اللي واقفين كاين العنبي هذاك سمين هذاك هاك تعرفوا تاع قناة النهار هذاك هذاك واقف اش 24 تما يشوف الشيوخة يشوف ويفيلمي فيهم الا شفتوا دارنيرمون دارها لول البارح اه شفتو انا لول البارح يفيلمي في واش راك لابس وكي يهضر معاه انسان يغلط ولا يضحك عليه علاه تضحك عليه شي مرشح مهبول ما عنده دروة علاه تقولوا انت مهبول ولا مشوش ولا ما عنده ما دخلك فيه ما عندك ما دخلك فيه عنده دروة للترشحات هذه تاع الرئاسيات عنده دروة يجي يهضر عنده المشروع تاعو يجي ما عندك ما دخلك فيه هذوك الناس اللي راك تحكي عليهم حاطينهم سبري حاطينهم ثم تول وزاره باه يديروها كما يقولوا يديروها لا 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 شوف نقول لك تشويه مثلا قال انت راك صحفي راني صحفي عندي الكاميرا تاعي وراني نخدم عندك كاميرا تاعك تحكي مع الناس ما تضحكش عليهم اصبرني راني نخدم في قناه فضائيه ولا نخدم انا على الخاص نخدم على الكونت تاعي كما يقولوا في البلاد روح انا وزارة الداخلية راني قاعد نشوف انا قال مثلا تجي الناس راها تطلب ملفات نتاع الترشح والله قبل ما نفوتوا انا في الكاميرا قبل ما نفوتوا في الكاميرا السلام عليكم سلام الاخ الكريم اذا كان تسمح لي ممكن نوجه لك بعض الاسئلة قبل ما نفوت الكاميرا خلاص تفضل قال مثلا قال والله حبيت نسقسيك برك انت راك جيت لهنا تترشح حبيت نسألك برك يعني هكذا ممكن بالك لعود نستفادوا منك هكذا والله قال وش المستوى نتاعك مثلا مستوى الدراسي نتاعك قال يا هل ترى مثلا راك فكرت انت في الموضوع هذا قال مثلا يا هل ترى عندك مشروع من حقك انت تترشح مواطن ولا راك انت يا ما على باليش شكون من حقك راهو عندك قال الدستور كافل لك هو هذا الحق على جل باش انت تترشح من حقك ولكن انا راني قال مثلا السيد راهم كانوا يعرفوه في قريه وبالك لربما اهل القريه نتاعو ما يعرفوش نصير نقلبو انا العالم كامل يعرفو عن طريق قناه فضائيه وفي المقابل ناس راها تنشط ناس راها تقدم في مشاريع ناس راها عندها افكار ناس كذا ما نهدرش عليهم ولو نص كلمه هذا اعلام هذا الله يلعنو اعلام الا كان هذا اعلام هو راك انت توصل الحقيقة للناس تبصر الناس تنور الناس فهمت انا هذا نشوف انا مش تضحك عليهم ترى اكثر انت دوك مثلا كتابة تروح تكتب انت كتاب
تجي فيه انت خمس سنين ولا انت تكتب فيه، تروح قال مثلا الدار تاع نشر ولا يقول لك هذا ما يجوزش للنشر، فهمت؟ راه فيه كلام خطير ولا والله وسمو، يقول لك هذا لا يجوز للنشر، ربما راه رايح يدير حاجه. انت كيفاش انت هز سلاح الاعلام؟ هذا راه سلاح، هذا سلاح، هذا قادر انت تستعمله ضد العدو نتاعك كما قادر تستعمله ضد شعبك. هذا الشيء اللي احنا دوك هما الان هذو، لما تشوف انت ناس راها وصلت لهذه المستويات من الدناءه ومن الرداءه ومن سوء الاخلاق، وصارت الناس لا تعبأ بكل شيء، منين؟ من هذا الاعلام المنحط. هذا الاعلام اللي هو ساهم في تدمير الاسره الجزائريه. انت دوك مثلا راك داير حيوط على دارك، واحد ما يدخلك، ولكن انت عن طريق هذيك القناه الفضائيه يقلبوك اون ديكاب مونتال، فهمت؟ تا واحد دوك مثلا انت يقول لك مبينوها في التلفزيون، ومن بعد خطر هو يعتقد من انه لما حاجه راه بنت في التلفزيون معناتها باللي راه اسمه، عن طريق هما راهم يمروا في اشياء تدميريه، يدمروا في المجتمع، يدمروا في الاسره عن طريق القنوات الفضائيه. القنوات الفضائيه اخويا نور الدين، هذه القنوات الفضائيه تاع الجزائر، كاين مترشحين، كاين مترشحين ما حبوش يعرضوهم القنوات الفضائيه تاع الجزائر، ما حبوش. نعم ما حبوش، ما حبوش. بالك على بالك كاين كلكوزان، كاين كلكوزان ما حبوش يعرضوهم القنوات الجزائريه، باسكو القنوات الجزائريه، القنوات الجزائريه هذه يحبوا يعرضوا واش يحبوا هما. انت عجبتني نجيبك، ما عجبتنيش ما نجيبكش. كاينين، كاينين اللي مترشحين، كاينين المترشحين هذو اللي داروا دوك. هذه داخله في هذا الاطار، داخله في الموضوع. لماذا، لماذا انت قال مثلا واحد دكتور راه يمتلك مشروع او يمتلك رؤيه، او مش بالضروره، مش بالضروره يكون دكتور، ما يخليكش، ما يخليكش. راهو قال مثلا مطالع والله وسمو، عنده افكار، عنده كذا، عنده جا فرصه باش يبلغ هو المشروع نتاعو، والله انت ما تتكلم عليه ولا تحدث عليه ولا تعطيه فرصه على جال باش هو يبلغ الرساله نتاعو، وفي المقابل تروح انت تجيب الكلون، فهمت؟ تجيب انت الناس كلون هكذا من اجل كاين دوك المشكل. المشكل في القنوات الجزائريه هذه، المشكل في القنوات الجزائريه علاه ما يعطيكش الفرصه باش تهدر، باش تهدر. المترشحين كاين مترشحين كيما يقول لك مهبول، واحد واحد ما تخطير يقوله، واحد ما على باليش، واحد واحد زهر عليه الصيد، واحد خلينا من مشاكله. الحاصل كاين، كاين ناس، كاين ناس، كاين ناس، كاين ناس فاهمين واعيين، واحد طبيب ما على باليش انا، كاين كاين ناس اللي نحكي معاهم انا، كاين ناس ما عطاولهمش الفرصه به يقر ميم با الجزائريه الاولى هذيك، ني الاطروا، ني كان لاجيري، ني والو ريان. باسكو علاه؟ باسكو المشروع تاعو الا فزت الموضوع، لا 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 سي 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 لا لا سي ساجي دو بوتفليقة ما تقدمش. اسمح لي الاخ واسمو اخ ياسر، شوف ياسر، فرق بين القنوات الخاصه والقنوات العامه. القنوات العامه ما يلعبوش، حتى اذا كان نقولوا مثلا فيه نقائص هكذا ولا فيه واسمو، ولكن ما يوصلوش لهذه المستويات نتاع الدناءه وهذا الانحطاط. هما لما يتحدثوا على المرشحين يتحدثوا عليهم في اثناء الحمله الانتخابيه، مثلا قال راهو صار مرشح صحيح، وراهو قال مثلا مر عن طريق المجلس الدستوري، بمعنى انه راهو كون ملف صحيح، راه جمع التوقيعات تاعو، راهو دار تصريح بالممتلكات نتاعو، قدم ملف طبي، قدم برنامج في اسمه في هذيك الاوقات هذيك، هو يصير عنده دروا على جال باش هو يتحدث عن طريق القناة الفضائية. دوك ثم لما ما يتكلموش عندك الحق، اما باش يجي درك هو هذا نتاع القنوات العامة، الخطر لا، كاينين الناس مختصين، فهمت؟ كاينين الناس مختصين وعندهم قانون راهم يمشيو عليه وكذا، وبالتالي هما ما يلعبوش اللعب هذاك. هذو دوك راه نعطيك واحد، نعطيك واحد خويا نور الدين، خويا نور الدين نعطيك واحد كيما خليل حمان هذاك. خليل حمان هذاك علاه ما عطيتوش الفرصه يهضر في كانال الجيري ولا الاطروا؟ علاه ترشح؟
هذاك مرشح ايه غدوه هذاك ما عطاوش مام با فرصه باه يهضر. لما يمر في المجلس الدستوري يصير عنده حق باش يتكلم في الله. ما كانش مكوبيين لك الفانا كما يقول لك مسكرين عليك الفانا ما عندك مين دبوجي حتى ال 2000 حتى ال 19 افريل 2019 كيفوتوا الانتخابات هذو يبينوك تهضر لا كاين ناس خويا نردين اقسم بالله كاين ناس كما خالي الحمان هذا والله العظيم نقسم لك بالله والله ما عطاوه فرصه يعقب مام با في القنوات الجزائريه مام با في الجزائريه الاولى هذيك مام با في الجزائريه الاولى ما عطاولوش. واش راني كنت نقول لك راني نقول لك باللي هذه القنوات قنوات رسميه فهمت هذو ما يمارسوش هما الشعوذه هذيك اللي راه تمارسها قنوات واحده اخرى حتى اذا كان راه فيه نقائص وكاين فيه عيوب وكاين 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 ولكن هي ما توصلش لهذاك المستويات هذيك. هو قلت لك انا دوك هذا الشخص هذا اللي راك تحكي عليه انا ما نعرفوش لو كان درك نقولوا مثلا غدوه هو يوصل لمستوى انه يجمع التوقيعات ربما فيما بعد يبينوه فهمت يتحدث غدوه قال مثلا لما واحد يجمع التوقيعات ويروح للمجلس الدستوري والله يتحدثوا عليه لا ما يتحدثوش عليه يتحدثوا عليه ولكن هو انه باش يجيو درك انت هذا الناس اسمح لي اخويا النوردين اسمح لي اخويا النوردين يتحدثوا عليه صح يتحدثوا عليه بصح ساسرات روطار من بعد ساسرات روطار الناس اللي تضحك عليه الناس اللي تضحك عليه هذا الناس هذو اللي راهم يهضروا في الفيسبوك يهضروا مع معروفين الناس معروفين يهضروا مع حمودي شبوطي يهضروا مع كما يسموا ابراهيم الحسين يهضروا مع الناس بزاف يهضروا مع الناس بزاف في الفيسبوك هذو كاين ناس لي كما يقول لك يضحكوا على الناس هذه المترشحين هذا مترشح جزائري مزود بوحده جزائريه ويحب بلاده انت واش دخلك تدخل في بين لحم وظفر انت مدي ان فام اترونجير مزوج بوحده تعرفوا انت مش من فام نعرف بزاف انا اليوم يهضروا نحب بلادي نحب بلادي ومدي وحده اترونجير هذا الشخص بالذات نعرفوه كاين بزاف اللي نعرفهم خويا النوردين كاين بزاف اللي نعرفهم هذا الشخص هذا دوك انت عندك علاقه به ولا لا نحكي معه ايه قول له يجي يتكلم قول له يجي ترى نكلموه فهمت هما ما يحبوش يتكلموا في المواضيع اللي يتكلم فيها انت باسكو ما عندوش علاقه هو الحاجه الاولى اللي يحبها اللي يهضر عليها نحب الجزائر نحب المجاهدين ويدخل لك يدخل لك الاخر واسمه الله يرحمه المجاهدين فوالا يدخل لك المجاهدين وبعد نحب الجزائر تدخلها اخر سهره مدي واحده قوريه مدي واحده المانيه مدي واحده تحب الجزائر تدي بنت بلادك وصاي تربح ومن بعد روح شارك كوري شكرا للاخ ياسر نتلا في راك الاخوه اخرين ربي يبارك فيك شوفوا ترى عمي عيسى عمي عيسى اليوم هم فتحوا لك الطريق مرحبا بك الاخ نصر الدين هاي وعمي عيسى لا الحمد لله يا ربي كيف اليوم عجبت هذا حلوا لك الطريق والله نحاول لا 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 ما انتهي تخلينا انا على بالك المشكل كان عندي واحد لوبسيون اوبسيون ويب هكا موبيل كانت ديك طافيه عاود شعلتها ومشى الحمد لله ايوا ما لازمك تتولها لها هذيك كاينه طفله لازمك تشعلها باسكو هي بار ديفو طافيه انت لازمك تشغلها باش انت فيما بعد تقدر تدخل ولا هاي دوك خلاص عرفنا المشكل يا ودي الله غالب احنا عشنا ما كان والو وهنا في الانترنت احنا خير من هذه الاجيال اللي جات كل احنا عشنا ما كان والو وزيرو خيك على بالك انا ربي ما كان لا
قلنا ايباد لا 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 نوكيا رجعوا للورا ما كان والو، وانا الحمد لله مش كيما الشباب تاع دوكا خلقوا مع الانترنت ديريك. المهم الموضوع انت كنت راح تحكي لنا، انا على بالك كبير شفت كنت تبع هكا قنوات فضائيه. القنوات الفضائيه ولدي عند الدول المتطوره عندهم خطوط يمشيوا عليها، كاين خط اشتراكي يمشي مع الاشتراكي، وكاين خط ليبرالي، وكاين خط كل واحد عنده الخط نتاعو ويعرض غير جماعات الخطوط نتاعو، هذا هما كل تقريبا خاصه. والعامه كما كنت تحكي انت من شويه الناس تمشي بالقانون، ومي الفو با يلحقوا الدوله هما يخموا انه يمشي بالقانون، بصح تاع البريفي قادر يغلط في حق واحد يطالبوه ومن بعد يعوضوه وتربح، بصح تاع الدوله لازم يهضروا على الانسان كما كنت تقول قبيل، لازم يدخل للدستور كما يسموه وشمو المجلس الدستوري كيوافق عليه خلاص يصير. عاودي شوف نقول لك، شوف المساله وين راها عايشه. شوف وكل القنوات الفضائيه هذو اللي راهم موجودين في الجزائر، خلينا من المكاتب نتاعهم في الخارج، والمهم استوديوهات راهم موجودين في الجزائر، راهم يقوموا بالتصوير وراهم هما يقوموا بالنقاش مع الناس وحوار وكذا وكذا. برك هذو في الغالبيه نتاعهم هذو هما يديو الاشهار من النظام من السلطه، يديو منهم الاشهار. بالتالي درك هو مثلا لما يروح يجيب لك هذو الجماعه نتاع الكلون هذو، ما راهمش رايحين يقلقوا السلطه، بالعكس هما راهم يخدموا فيها، راهم يقدموا لها في خدمات جليله. لكن لما يجيب لك كيما انا رايح نزعجهم، رايح نديرونجيهم، وبالتالي يكوبيو له التويو تاع الاشهار. فهمت المساله وين راها؟ ما يقدرش يجيب عليها نص كلمه، ما يقدرش هما يجيبوك انت تنتقد السلطه وتنتقد النظام وتنتقد المسؤولين هذو وتنتقدهم بشكل موضوعي وبالحجه وبالدليل وعندك افكار اكثر من الافكار تاعهم والى غير ذلك. هما ما لازمش يخليو لك حتى نفس انت تتنفس منه، ما كانش هما يروحوا يجيبوا هذوك الاشكال. لماذا؟ لانهم يبينوهم للناس هذو نتاع السلطه، قال هام باش يبينوا لكم بوتفليقه باللي راهو كذا وكذا وكذا، والناس اخرين مش غير فقط بوتفليقه، اي واحد من المرشحين نتاع السلطه ولا نتاع النظام هما يخدموهم هذوك الناس هذو، يخدموهم لانه هذاك ما يحكم يسك، ما على باله، ما عنده فكره، ما عنده حتى تسلسل نتاع افكار، ما عنده قال منهجيه، ما عنده حتى القدره على التعبير، ما عنده رؤيه، ما عنده استراتيجيه، ما عنده والو. ثم يجي هو ما هو فاهم فيها حتى حبه، تقول له انت الشيخ واش راك لو كان غدوه انت توصل للرئاسه واش دير؟ يقول لك والله نحوس انا نخلط الياورت نديره مع البصله ونبيعه وانا للخارج. فهمت؟ على بالوش واش راهي يدير. وبالتالي هما يجيبوهم من اجل الترفيه على الناس، يضحكوا بهم، فهمت؟ يضحكوا بهم ويضحكوا عليهم، فهمت؟ وفي نفس الوقت يخدموا هذوك الناس. لكن هو لما يجيب لك واحد وما راهم يخدروا في الناس، وانت لما يجيب لك انت واحد هو يفطن في الناس، ما يجيبوهمش، فهمت؟ اما هذيك القضيه نتاع القناه الرسميه هي ما تحتاجش الاشهار نتاع البراب، ولا تحتاج هي الاشهار نتاع طحكوت، ولا نتاع حداد، ولا نتاع هذيك، راهم نتاع السلطه راهم يمشيو بالهاتف، يمشيو بالتعليمات، عندهم ناس صحفيين، عندهم قانون راهم يمشيو عليه، تتفق معهم تختلف معهم. هما لما مثلا هما هذ الناس هذو ما يعنيو لهم والو، تما هما ذوك راهم عندهم قال مثلا اجل نتاع غدوه، لما قال مثلا يعطيهم قال تعليمات من اجل فسح المجال، قال من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني، يبداو هما يستضيفوا في الشخصيات السياسيه وفي رؤساء الاحزاب وفي الجمعيات، ومن بعد ينظموهم يعطيو لهم وقت حتى يديروا لهم قرعه، حتى اذا كان راهو نقولوا مثلا راهو كاين فيه نقولوا مثلا تقسيم غير عادل فيما يتعلق بالوقت الى غير ذلك، ولكن
المهم راهم هما يقوموا بعمل حتى اذا كان ما راش ما وصلش لهذاك العمل هذاك لواش رانا نطمحوا، ولكن مقارنه بهذ المقارين هذو بهذ المهابيل وبهذ المجانين ما كانش حتى مقارنه خلاص. يا نردينك على بالك انت بالنظام والمخططه تاعو، والمهم ما يخليكش دوك انا كيقول لي الديمقراطيه ما كاينش ديمقراطيه في الجزائر. انا ديك الخطره كاع اللي نسمع فيك على بالك نسمع الاخر تاعك ونحاول ما ننساش برك كي تحكي على مقري. انا مقري الشهاده تاع وين يلحق هذا المنكز هذا وين يلحقوا قطعه. انا داروا معاه لقاء في واحد من القنوات المصريه كي سموا الشهادات اللي عنده والشي اللي يرأسه واللي فات السيفي تاعو يعني يا صاحبي من قامات الجزائر هذه. هذا علمه هو، انا على راسي علمه، انا كل واحد عنده علم على راسي، قاري خير مني متعلم خير مني سهر الليالي اخي انت. احنا يقولوا من سهر الليالي من طلب العلا فليسهر الليالي، وعند خوتنا بالجزائريه يقولوا اللي بغى للو يسهر الليل بكله، اللي بغى للو يسهر الليل بكله. احنا ما تسهرش الليل ومن بعد تقول لي انا هذاك قاري عالم قاري 100 كتاب قاري 1000 كتاب انت ماكش قاري حتى جريده، كيف تقارن؟ ما انا قلت لك بصح ما عجبتنيش في حاجه في اللقاء اللي داروه معاه، هو اكد قال لهم احنا ماناش اخوان، هذه اكدها. كانوا بعض الفيسيين وبعض الحماسيين يناديو يقول لك احنا اخوان المصلحين، ما درتوش حتى جرام واش داروا الاخوان كاصلاح يعني كمصلحين. بصح هذه اعتراض. والثانيه قال لهم احنا عندنا ديمقراطيه والمثال اللي نعطيه هو احنا يقول لك اهدر حتى تموت. ايه ما علاه ما هدرش على المنفيين؟ علاه ما هدرش على الناس اللي ما تقدرش تحكي؟ علاه ما هدرش على بيبيع بالحاج ما يخليهوش يصلي؟ على يعني كاين حوايج صراو في الجزائر، كاين ناس ممنوعه من السفر، انت الباسبور تاعك ما دارش الى يومنا هذا، علاه ما يهدرش الحقائق؟ ويفوخ لك يقول لك احنا عندنا الديمقراطيه وهضر حتى تموت. بصح ما كانش الحقائق على الارض اللي يقول كلمه حق في الجزائر. ها هو هذاك محمد من نوع من الصفر يخرج، علاه ما يخرج؟ مش غير هو، كاين ناس اخرين كاينين اللي منحين لهم جواز السفر. انا ردين انا كي نسمي الاسامي على باب اسم معروفين برك، وبالتالي راهم اكثر جزائريين اللي حاجه خسرناه وكل خسرهم وكل بالقاري بالعالم بالفاهم بالاكل وكل الناس كل في الباطو. انا عندي ابن عمي دوك ناشر لي التصويره ويقول لك مع بوتفليقه، قلت له يا رب اتقي والله يا شيات اتقي الله، التصويره نتاعو ديجا يا ولدي العمار بيد الله وش بكم، هذا اتقي والله فينا وفي هو وفي رواحكم تاع قضيه الشيات هذه. يطرو احنا دوك احنا المشكل موش رانا قال ضد بوتفليقه، احنا دوك هذه المرحله الحرجه تاع الجزائر. لا بل كاين الناس تخمم اذا شفناها لداخل خلات مقسومه الدعوه كل، بصح رانا نشوفوا فيها من الخارج راك اذا ما دخلتش يا جزائري واذا ما درتش رايس متصهين صهيوني راك راح تاكل النيل ويديروا لك العراق. ديجا يا نور الدين نعطيك معلومه ومن بالك كاين الناس يعرفوك، ناس راهي تلم في الدراهم وراهي تشري في السلاح باسم الامازيغيه هاي واللي عايشين في فرنسا لبالي بها واللي عايشين في كندا واللي عايشين في فرنسا، دعاة التقسيم دعاة الاستئصاليين ها هم راهم يحضروا في كي لهم في جار برك هاد تنفجر. لبالي بهذه القضيه رانا هضرنا عليها في وقت سابق هذه وكتبنا عليها والله يسهل عليهم، احنا رانا بلغناهم والله يسهل عليهم. راح يخلقوا لنا ميليشيات، راح يخلقوا لنا تكريم جديد تسمى، راح يخلقوا لنا عمليه اكراد جديده ومن بعدها تقسيم الجزائر. وهذه الناس هي ماهيش واعيه له، الناس اللي عايشه غير يخمم لي غير في الخبزه والبترول ودخل البترول، هذه كل نقدروا نارونجيو احنا لازم وحده. الانتهازيين كل تلاقاو قبيل تاع هذا كيف اسمه اللي حكيت عليها تاع قبيل درت عليها قضيه هذا حلف القاطو والله الغديري وكيف اسمه الاخر اسمه
الختان تاعو هاهم تلاقاو هاي بنت هاي المجموعه اللي كانت تجيب لكم في الاخبار ها هذا هو اللي قال له الفلاش ديسك غايب غير هذا تاع الفلاش ديسك تاع ماهمش راضيين عليه ولا ما يقدرش يدخل الجزائر ثم خرج هو خرج للعيب يهبط يحكموه خرج للعيب هذاك هو اللي خص في المجموعه بصح المجموعه كل حضر اسم الناس اللي كان يجيب لكم الاخبار ونهار انا راح نحكي لك عندي زوج نقطتين على بالك هذيك الخطره كي هضروا مع هذاك هذا من اللي حضروا معاه في التلفزيون هكا شفت لا فيديو قال لهم يحوسوني نشهد على المخابرات الدركي يحوسني نشهد يسمى انا واش فهمت هنايا كاين صراع بين الدركيين والمخابرات جنرالات الدرك ولا من بكري هذه هذا صراع هذا اللي باين مش حاجه جديده قضيه نتاع صلاحيات فهمت دوك هما هذوك عاده هذو الجماعه نتاع المخابرات هما يخدموا خارج القانون ما يخدموش بالقانون تو الدرك هما لما يتحركوا في اطار تاع القانون قال مثلا لما يخرجوا يديروا براج او قال مثلا لما يروحوا هما يديروا التفتيش الدار ولا يروحوا هما واسمو يروحوا عن طريق القانون قال مثلا كاين يعني قال مثلا توصيه من عند قال مثلا وكيل الجمهوريه ولا يروحوا هما في اطار تاع القانون هذوك ما عندهمش الوسمو هذوك هما لما يحبوا يهزوا واحد يروحوا ليه متخفيين ويهزوه بسلمة بالعافية يخدموا في إطار خارج القانون فهمت وبالتالي هم مرة على مرة والناس الناس ما على بالهاش الناس ما على بالهاش قال مثلا واحد هزوه هم يروحوا للجدرمية فهمت يروحوا للجدرمية يقولوا ودي راهم جاوا هزوه منا يقولوا ودي رانا احنا خاطين ما عندناش فهمت ما جالينا ما جينا ليه ما ولو وهو بالنسبه ليه يقول لك صاحبي كيفاش انا جاوني بالسلاح وجاوني بكذا وبكذا وبكذا كيفاش انا راني في الدوله ولا راني في خلاء درك هو ما على بالوش باللي راها كاينه اجهزه واحده اخرى راها تخدم خارج القانون تاع الدرك يروحوا يستدعيوه يبعثوا له استدعاء والله قال ارواح يحقوا معاه والله كذا والله يبعثوا له مع واحد كاين مرات نقولوا مثلا ما يبعثوش استدعاء والله يبعثوا له مع واحد يعرفه ولا قال قولوا له ارواح لتما عندنا هضره معاك فهمت عندنا هضره معاك ارواح لتما ولكن هذوك الناس يخدموا خارج القانون هما ذركا باش استعانوا بنتوع الدرك باش نحاو بعض الجنرالات اللي هما كانوا يخدموا في الجهاز تاع المخابرات وبالتالي ذرك هما هذ الناس هما استعملوا هذه القضيه قال باللي هاهم راهم نتوع الدرك زيد شوف في المقابل هذو المجموعة هذو اللي راهم يسميهم نتوع المشطوبين ونتاع كذا على من راهم يهضروا على الدرك قال باللي نتوع الدرك هما اللي راهم يديروا لنا براجات في الطريق وهما اللي راهم يضربوا فينا هما ذي أجهزة لما تقول لهم انت باللي راهو كاين صراع نتاع أجنحة وراهو صراع نتاع واش نقول لك اودي ما كاينش منها هذه ما كاينش منها خلاص تاك تشوف فيه الآن صارت الدماء تسيل دماء ويقول لك ما كاينش منها ربي امين يا رب العالمين اسمع وكاين واحد شفت واحد اذا تذكرها نتاع انا باه نفكروا الناس برك الناس اللي شاركت في الانتخابات اسمع نعطيولهم شويه به ذاكره على بالك هيك الخطره انت كهضرت معاك المره اللي فاتت قلت لي يا عيسى قد راهي درجه الحراره عندك قلت راهي موان 40 اسمع يا جزائري الناس اللي تعرف التاريخ اسمع قالوا لنا منذ 1919 لم نشهد هذه موجه البرد اللي صارت في 2019 تسمى تقريبا 99 سنه اسمع عندهم التاريخ اسمع هذا غير في البرد برك على بالهم باللي 1919 كانت عندهم نفس الموجه تاع البرد هذه اللي ضربتنا في هذا جانفي 2019 يعني الناس عندها تاريخ تعرف التاريخ دا واحد الخطره واحد لا فيديو شتا نتاع العمار يا ربي يرحمه اللي يعجبوا الحال ولا اللي ما يعجبوش يدزوا معاهم وكله وعند ربي في حملة بن فليس كروا ولا كي راح كي قال لهم العمار قال كلمه قال لهم قلنا اوفير ان بريش اون 92 اي اون لا فيرمي اون 99 وش يقصد هنا يا برك
القضيه نتاع الوسمو نتاع التدخل هما. شوف نقول لك، شوف جماعه هي يلا فيديو اللي نشوفها بان نذكرك فيها برك بنحط لا 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 القضيه نتاع باللي تسمى هما قال باللي راه استدرج الجيش، فهمت؟ استدرج الجيش قال مثلا في وسمو في 92 يعني بعد الانقلاب، من بعد هما قال مثلا احنا رانا صرنا نمارسوا السياسه، خاطر لما تشوف انت هذوك قائد واسمو وزير الدفاع اللي كان انذاك خالد نزار في المجلس الاعلى للدوله هذاك اللي داروه كانوا خارجين لها طاي طاي تما هما. من بعد لما جابوا زروال، زروال عسكري، بالتالي هما في 99 لما جابوا قال بوتفليقه قالوا ودي احنا خلاص معناتها دوك الان رانا سلمنا الحكم للمدنيين، لكن هاي جات فيما بعد نتاع 2004 والان راه فيه شهادات، شهادات تثبت من انه كان هذا العماري كان مع بن فليس. بينا بينا اي ولا يا صاحبي يا اخي على بالك الجزائريه البنيه. انا شوف نتمنى، انا ولد الشرق كما كنعمل روحي ولد الشرق ومانيش جهوي واقمت الجهويه، بصح انا باغيها ترجع لولاد الشرق. نكونوا واضحين، ناس عندها قابليه للاحتلال راهم طربقونا يا راجل، وش بيكم؟ هذا شعب كامل ولا عنده قابليه للاحتلال، شعب كامل مريض بلا ديبرسيونير فوز ويقول لك مسحور، شعب كامل ماهوش خدام فنيان ويقول لك، يقول لك حسدوني غيروني غاروا مني عيت. يا صاحبي الفو حنا الشعب نديروا حاجه، الشعب يتحرك يدير حاجه. المهم انت الناس، انت الناس انت تقول له يا راجل غير نديروا رايس نرجعوا برك، نرجعوا التداول على السلطه، نعودوا غير كل ربع سنين نعود عندنا رئيس، نعودوا نحترموا بعضنا، يتبدل النظام، تداول للسلطة. شوف تداول للسلطة لو كان ما الجيش يجبد روحه وتصير فيه دولة مدنية، الجيش عنده المهام نتاعو يقوم بها وفق الدستور، وهذا الناس اللي راهم دوك مثلا عندهم مومنت تاع الانتماء للجيش، يا خويا خيرت الكارير تاعك في الجيش بسلامة بالعافية، ديت لاروتريت نتاعك، روح شوف حجو، روح شوف كش ما تخدم على روحك، دير فوتينغ والله ما على باليش انا، روح وكتب كش ما دير واسمو. بصح باش تجي نتا درت كارير تاعك في الجيش ودوك من بعد تجي نتا يا تزيد تعاود دورها سياسي، ومن بعد تحوسوا على الدولة المدنية وتحوسوا على الجمهورية وتحوسوا على التداول على السلطة وتحوسوا البارح مع الانقلاب ودركا مع الجمهورية، البارح مع المجلس الانتقالي ودوكا مع لجنة مراقبة الانتخابات، هيا بركا هنا من السيرك. سياسة بالعيط راهم يمشيونا بها. أنا إلى متى برك جزائري ولا الجزائر؟ كيفاه يا صاحبي كبران يتصرف في دكتور؟ يا ناس علو الشيطان، يا ناس واحد قاري أستاذ تصرف في كبران. أنا مش نقولك جنرال هو الكبران، بصح كي يحكم جنرال يعشي الكبران دير. يا اسمع، انا عندي رساله للمتقاعدين بعد نقولها لك، بصح انا نحكي برك. انت انا رحت لوزاره الدفاع وقفنا فيها، درنا وقفه في 91 في 17 جونفي 91 على يعني نتذكرها مليح، في الضربات على العراق درنا وقفه قدام وزاره الدفاع، كنا واحد 300 شخص وحنا من اصل 2000 يعني مثلوا 2000 عامل، 300 رحنا بها وصلنا بها. شكون في البوست بوليس انا نوردي كوموندون في وزاره الدفاع، كوموندون اللي في الجزائر ما يحكم بحكامه في وزاره الدفاع في البوست بوليس. يعني انا مانيش ضد القراد ولا ضد العسكر ولا ضد الجيش، الجيش انا باغيه يولي بروفيسيونيل يا صاحبي. واحد جيني هنا نديك نحوس بيك الجزائرات هنا، واحد ما يقول لي ممنوع ولا منين جيت، الكاميرات وتربح راح تدير حاجه يحكموك، بصح نخليك تشوف ما يمنعكش. واللي لي يا خويا بروفيسيونال، واللي لي جيش بروفيسيونال، كملوا المشروع اللي حبست في وقت 92 كملوه، خدموا الجزائر. انتوما جايبين لي الرصاص دايرينه في الجزائر طوروه، واه نقعد كنا برصاص تاع 45 يا ناس نعلو الشيطان. طوروا الجيش، طوروا بروفيسيونال، موش غير في القتال، في الانتاج، في الصناعه. صاحبي انا لليوم، لليوم عندي 50 سنة ما نعرفش أنا ميزانية الدولة تاع الجيش قداه يدي،
الامريكان على باله، فرنسا على بالها، الروس على باله، انا ما على باليش، الجزائري ما على بالوش قداه ميزانيه الجيش تاعو، ما على بالوش قداه الميزانيه بحقه حقيقي، الناس راح تهز يديها وتربح. المهم هذه يا نور الدين اخويا، انا ما عرف اذا كاين الناس يستناو، نخليك دالت يعني راه هضرت بزاف. شكرا للاخ عيسى، رانا نزيدو ان شاء الله نزيدو نتواصلوا. شكرا للاخ عيسى. للاسف الشديد الاخ اللي قبل كنت تطلب فيا على جد باش ندخلك راك خرجت، فهمت؟ شوفوا ترى الاخ حمزه هذا مهم. الإخوة والأخوات نحن على المباشر، الموضوع تاعنا هو حول قنوات الفضائية والانتخابات الرئاسية في الجزائر. أيوا حمزة، مرحبا بك الأخ حمزة. أخويا وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك الأخ حمزة، من راك تكلم فينا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا صاحبي مع من ألمانيا والخط التليفون تاعك ضعيفة. قول. شوف الأخ حمزة إذا كان راك برا والله. ما راكش في مكان الأخ حمزة اللي فيه لا كونيكسيون مليح. اخ حمزه شوف اذا كان كاين مكان تكون فيه لا كونيكسيون مليح، لانه راه الصوت تاعك يتقطع، الصوره تاعك ما راهيش ثابته. شوف اذا كان راك في مكان وين تكون لا كونيكسيون مليح باش نسمعوك ونستفادوا من المداخله تاعك. الو السلام عليكم، من جديد واخا تسمع فيا مليح؟ الان راني نسمع فيك احسن، تفضل. هاي جيد. قلت لك التدخل تاع الاخ اللي كان مقبل هذايا اللي هو من الشرق او يقول من الشرق وربما هو عسكري او كذا، كان تدخل تاع واحد من الوسط او من الغرب، يعني اللهجه ما عرفتهاش مليح، ربما لحقت شويه متاخر. حكى على قضيه ربما الناس اللي يقول لك مغتربين ومتزوجين اجنبيات اللي هما المانيات وربما فرنسيات وكذا، يعني حبيت ربما عندي ربما تعقيب او كذا. لا يعني اي كاين واحد يعني في الدنيا هذه يعني يعرف يقدر يعني يخير المصير تاعو يعني بالضبط؟ هذه الدنيا هذا والقضاء والقدر، اذا كان احنا زعما مؤمنين نؤمنوا بالقضاء والقدر صح ولا لا؟ دونك هذا الانسان اللي متزوج اجنبيه ما نقدروش نحرموه من خدمه بلاده، هو كذلك عنده غير على بلاده صح ولا لا؟ بالطبع ربما كاين بعض الناس اللي دفعتهم الظروف، يعني بعد نقدروا نسموها بعد يعني نسموها حرب أهلية، نسموها ربما يعني اختلاف الإخوة مع بعضهم البعض، ربما نقدروا نسموها الله أعلم، كاين بزاف يعني تسميات كل واحد على حسب الرؤية الفلسفية، ربما الرؤية كان عنده رؤية دينية، كان عنده رؤية تاريخية، كان عنده رؤية سياسية بين قوسين يعني. لانه حبينا ولا كرهنا ما نقدروش نخلو حزب اسلامي يحكم فينا يعني بما يعني كما يقولوا بما انزل الله كما يقولوا هما، لانه مستحيل انه يعني في الظروف اللي كنا عايشينها يعني بعد يعني ما فرغت الخزينه الوطنيه رحنا نسلفوا الدراهم على لافامين، الناس اللي تعرفها ولافامين ما تعطيكش هكذاك من برك، حتى فرض عليك ربما قوانين واراء وقواعد، ما حش لازم تتاكد باللي لازم حتري كبير الدراهم هذول اللي مدتهم لك الاخ وتفرض عليك حمزه فقط برك على واسمه. نعم، النقطه هذه اللي انت اثرتها حول الاخ هذا كان يتذكرت الاسم نتاعو، هذاك الاخ هو راه عايش في فرنسا، وهو هذاك الاخ هذاك تسمى يقصد باللي كاينين الناس اللي هما تسمى القانون والدستور يمنحهم باش يترشحوا،
لانه عندهم جنسيات واحده اخرى، وبالتالي كاينين ناس اخرين رغم انهم يعيشوا في الجزائر ورغم انهم يعني عندهم الحق باش نقولوا مثلا هما يظهروا في وسائل الاعلام ولا، ولكن هذيك الوسائل تاع الاعلام ما تكلمش عليهم لانه ما راهيش رايحه دير البوز، ما راهيش رايحه. هذه هي المساله. يعطيك ربما الناس اللي ما عندهمش مسار يعني سياسي معروف ربما ما يبانوش بزاف، ربما كاين بعض الناس، ربما انا كنت في ما نقدرش نقطع الحزب اللي كنت فيه، لكن كنت في الحزب العتيد يا سيدي. والحزب العتيد يعني من القوانين تاعو يمنع اي مترشح يكون عنده ديجا لا كارت دو ميليتون اللي تابع للحزب العتيد، حتى يعني ولا حتى كان ريح فيها شهر ولا شهرين تروح اسمك ما في شيء، راه كنت مناضل في الحزب الجبهة التحرير، ولا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تترشح، فيما أن يعني اللجنة المركزية توافقت على يعني أو رشحت مرشح توافقي، وهذا يعني هذا ضد القانون بأي حق، يعني منع الناس أربع مترشحين أحرار لفلا حزب الشعب أو الحزب تاع الدولة لفعلا، يعني حزب عريق ما نقدروش منعو اي واحد، ما كانش اللي تعبى به لفعلا، صح ولا لا؟ لا لا لا، هي في هذا النقطه هذه بالذات. تسمى انت علاش تدخل الحزب؟ يا اعطيك علاش تدخل الحزب؟ تدخل من اجل انت تؤمن بمشروع، وفي الحزب هذا راه كاين هياكل، قال مثلا كاين المحافظه، كاين القسمه، كاين كذا خليه، بالتالي انت كاين قوانين داخل الحزب هذا، كاين قانون اساسي، كاين نظام داخلي، ما تقدرش انت درك الحزب راه هو قال مثلا الحزب هذا راه هما يجمعوا، راه عندهم مسؤولين محافظات مثلا يجتمعوا في اللجنه المركزيه ويقرروا قال هاو المرشح نتاعنا، فهمت؟ يجيك انت درك مثلا مناضل تروح ترشح وحدك الله يسهل عليك، ولكن تروح انت باسم الحزب نتايا نو، في اي حزب هذه ما تقدرش ترشح باسم الحزب، إيه؟ تقدر تترشح حر، الله يسهل، ولكن حتى ولكن كي ترشح حر، كنت حر. ترشح حر خلاص، تسمى ما انت باللي راك انت خلعت الطاعه على الحزب هذاك، صاي يعني مش من مجرد الطاعه فقط، واحد يقدر يقول لك زعما الحزب دار فيك الخير، الحزب ماكش اللي يدير فيك الخير، انت اللي تدير فيه الخير، لانك راك ضحيت بوقتك، راك ضحيت ربما من الاوقات نتاعك، من العمل نتاعك، ربما ضحيت بالعائله نتاعك من اجل يعني خدمه الوطن، وحبينا ولا كرهنا يعني منذ وفاه مهري رحمه الله خلاص الحلفان في الجزائر ضرت بزاف، لفلان لازم لفلان خلاص لفلان لازم تروح للمتحف الان، اول جملها يعني تجديد قاعدي جدا، خصنا ناس يعني اللي عندهم قاعده فكريه يعني وسياسيه، يكونوا يعني ناس يكونوا حق تاع سياسه، مش كلام تهريجي، واحد مش عارف، واحد سويد، واحد مانيش عارف انا يحكي لي على الحراز، واحد يعني تعرف يعني تفهم القصد نتاعي واش كاين ناس، كاين ناس يعني عندنا دي بروفيسور في الامريكان، عندنا هنا حتى في المانيا كاين بروفيسور قناني هو جزائري وكان من الافلان، ربما ما يحبش وكان نذكر الاسم نتاعو، ولكن لماذا نحكي لك عن الناس التقنيه يعني في المجال التقني مش في المجال السياسي. منين انت يا من البلاد وي واش من جهه؟ انا من البقره، من البليده. من جوه البليده ايضا انايا يعني من الجزائر العاصمه حوالي 27 كيلومتر نحو الجنوب، يعني تحدى الجبل تاع الأطلس. بلا خلاص ما جبت روحك من جبهه التحرير دوكا صافي شحال وي طون ديزون 2011 ماشي بزاف. لا لا انا ما سالتش بنفليس، انا ما سالتش بنفليس الاخ حكيم، ما سالتش بنفليس وما كنتش معاه، ربما حتى وكان جماعتي كانوا معاه، انا كنت مع يعني كان هدفي هو النضال، انا هدفي هو النضال، انا كنت مناضل من اجل القضيه والهويه الوطنيه، لانه اول حاجه اللي تهمنا هي بلادنا، ما يهمنا ما تهمني لا منصب ولا اي شيء، الحمد لله راني هنا في المانيا، ولا كنت في الجزائر كنت خدام ولاباس بيا، ما كان خصني والو يعني انا في الجزائر كونتني. نعم. واش يعني كونتني زعما بلا مزيتها عندنا البترول الحمد لله، ديت الشهادات الجامعيه ديتها في الجزائر سنه 2009 وسنه 2014
والحمد لله رانا هنا رانا يعني نزيدوا نحسنوا من التكوين. نعم المهم الاخ حمزه الموضوع تاعنا هو حول الاعلام، نعاودوا نعاودوا الموضوع يعني باش نروحوش بعيد باش ما نروحوش. واش تشوف انت في القنوات الفضائيه فيما يتعلق بالدعايه بروباغندا هذيك، القضيه نتاع استخدام الاموال، القضيه نتاع استعمال الحرب النفسيه، القضيه نتاع التضليل، معليش هذه يعني الموضوع الحساس. نعم برك نولي واحد النقطه، المتدخل يعني اللي كان سبقني يحكى على ربما على حركات انفصاليه في الجزائر وقال بانه تشري راهي تشري في سلاح وكذا، نظن يعني هذا كلام خطير جدا خويا نورتي. يا الله يهديك صح ولا لا؟ يهديك انت واسمو فرحات ماني خارج لها طايطاي بالصوت وبالصوره راح نديروا جماعات مسلحه، وقال له هذا مش سر، هذا امبوسيبل، شي حاجه سر او امبوسيبل، كيفاه مش امبوسيبل امبوسيبل، واش يقدر يدخل سلاح للجزائر؟ لو موجود سلاح داخل الجزائر اش بيه كيما اللي راهم يجيبوه لنا من ليبيا ويبيعوه يتخلى على كاين اللي راهم دوك مثلا في القضيه هذه نتاع ليبيا راه كاينه جماعات مسلحه بدعم خارجي، فهمتوا هذه القضيه نتاع انشاء دوله في المنطقه موجوده، فهمت؟ ماشي قال قال، هذه فكره ماشي قال قال، قضيه موجوده يعني انا اعارض قضيه موجوده، انا نقولها لك، شوف نقولها لك، هذه انا سمعتها يعني قبل شيء هذا سمعتها في الجامعه، ماشي قال 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 قال، سمعتها في الجامعه، فهمت؟ في درس في محاضره حول تاع الجيوبوليتيك كانت الناس تتحدث على قضيه نتاع الاكراد ونتاع كذا ونتاع كذا، وقال راه مثلا قال مثلا في الجزائر راهم كاينين اللي كابيل، وذي سمعتها بوذني في الجامعه، ماشي قال 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 راهم كاينين اللي كابيل. انا شخصيا الاستاذ هذاك تعرف الجزائر؟ قال لي ايه اوكي، قلت له على بالك باللي في الجزائر ما كانش غير لي كابيل، والاسمو هذوك لي ستوديون هذوك كامل شافوا فيا، قلت له في الجزائر ما كانش غير لي كابيل، قلت له راه كاين الشاويه كاين الدوارك كاين كذا، وهما على جال باش يرسموا باللي هذو دوك مثلا انت لما تشوف انت قال مثلا قضيه نتاع العلم، راهو العلم قال مثلا في الجزائر علم، في المغرب علم، في واسمه مصر علم، في تونس نفسه قام الان وحدوا لهم هذاك الاعلام، قال باللي معنى هذو ذرك راهم يشكلوا تسمى راهم متوزعين على هذه الدوله اللي ما لا ما تكونش دوله تحضنهم كامل، فهمت؟ قلت له انا فهمتك. قلت له على بالك باللي اول شيء هو انه هذ الناس اللي راك تحكي عليهم اولا ما يتكلموش لغه واحده، يعني اذا كان دوك اعتبرنا هذه اسمه اللهجات لغات، اولا الشاويه في الجزائر ما مش هي القبيليه، والقبيليه ما هيش الترقيه، وراها كاينه لهجات واحده اخرى في تاع الشلحيه في المغرب في ليبيا، ما عندهمش نفس تسمى، قال راها لغه وموحده، كنت قال مثلا العالم اوكي، قال لكم درتو اعلام واحد، كاين بعض من الناس في وقت من الاوقات لما انت تقول له هذا عالم يقول لك لا لا مش عالم، يقول لك هذا راهو غير فقط برك تسمى تعبير عنه بانه راه عندنا هويه، الان هم خارجين لها حتى النشيد نتاعهم خلقوا نشيد. نور الدين لو كان شفت العالم تاع الانفصاليين يختلف يعني العالم تاع الامازيغ، شفتوا العالم تاع الانفصاليين يختلف على العالم تاع الامازيغ، يعني ربما هذاك العالم اللي داروه هما، شوف نقول لك كاينين الناس اللي راهم درك هما يحوسوا، ما تقدرش انت تدي دير دوله كامل، لازم لك بدايه، لازم لك في رقعه جغرافيه اللي تقدر انت تسيطر عليها، من بعد انت تبدا تتوسع، فهمت المساله؟ دونك هما دوك لو كان يروحوا هكذا يعني كيفاش تحكي على الماك ولا تحكي على الحركه الانفصاليه؟ انت الله يهديك، حتى الناس خارجه ليها طاي تتكلم الفيديوهات راه مشهوره دايرين قنوات فضائيه، قنوات فضائيه راهم يتكلموا، مستحيل يقدروا يديروا حاجه في الجزائر، امبوسيبل، غير ينساو. راك تشوف القبائل مستحيل باش يقبلوا لهم الشيء هذا،
كاينين اللي ما يقبلوش، ربما تقول لي معاه بعض الحاقدين، ربما معاه بعض يعني الناس اللي صح العنصريين، ولكن القبائل في حد ذاتهم ناس مسالمين، مستحيل باش يقبلوا مريض كيما مهني ليحكم فيهم. شوف روح شوف القنوات الفضائية، مادام رانا حنا نحكيو على القنوات الفضائية، راني متابع إيه؟ يعني راني روح شوف كاين بعض من الناس اللي هما دايرين رواحهم وطنيين ودايرين رواحهم باللي مانيش عارف انا، فاقوا الوطنية لدرجة كبيرة، روح اهدر لهم على فرحة مهني شوف كيفاش تشوف رد الفعل تاعهم. وش يقدر يقول لك يعني الإجابة نتاعو الوحيدة؟ يقول لك فرحة المهني الوالد نتاعو مجاهد، هو اللي يعني كان في الحركة البربرية سنة 1980، وقال لك يعني لما تعرض يعني لهذا ربما ضغوطات يعني وكل ما جرى له، هو الشيء يعني الدافع اللي خلاه يخرج من البلاد ويعلن يعني الجمهورية تاع الماك نتاعو. ولكن هل القبائل يقبلوا شيء هذا؟ القبائل مستحيل باش يقبلوه. انا كنت في اخر مره في جيت في ديسمبر اللي فات، رحت لتيزي وزو، ربما رحت ناس عرضوني يعني اصدقاء، رحت لتيزي وزو بجايه ناس اصدقاء عرضوني نحكي معاهم على فرحات مهني. فرحات مهني ما عندوش شعبيه كما ينبغي، الناس ما يستعرفوش به. فرحات مهني هو مجرد يعني 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 نقطة يعني أو سطر للاستهلاك الإعلامي وفقط. غلطة كما نقول لك مستحيل. أو دير على المعلومات نتاعك غلطة. شوف نقول لك اسمع، في فرنسا يعني أنا كنت في قلب الحدث، كنت في قلب الحدث. اسمع لي شوف، في فرنسا راهم كاينين الناس يطلعوا فيهم يديروا لهم في الفيزا ويطلعوا لفرنسا من أجل مرة على مرة تشوف فيهم ساعة ساعة يديروا واسمه قال مثلا مسيرة ولا التجمع ولا على جل باش يجمعوا أكبر عدد ممكن من الناس، لأنه لما يبانوا هما في فرنسا حتى راهم ناس، قال مثلا ذوك مثلا من المغرب ولا ذيك، على جل باش هما تسمى يجيبوا أكبر عدد ممكن من الناس باش يبانوا، باش يبانوا لأنه في وسائل الإعلام في الجزائر متبينهمش، ما تجيبش انت مثلا القناة الرسمية ولا راه مرحين. دوك لقاو الانترنت في وقت سابق، كانت الانترنت ما كانش والله ما كانش يعني في متناول الناس كل، دوك الان لقاو الانترنت راهم دايرين عده صفحات، تدخل الفيسبوك وشوف اش راهو صاري فيهم، شوف اليوتيوب وصلوا. والان القضيه نتاع السلاح هذه قضيه نتاع السلاح بداوها في ليبيا، قضيه خطيره، قضيه في ليبيا لازم لها ردع، بدوها في ليبيا وراها كاين الناس اللي راهم حكموهم، كاين حتى اللي ماتوا في ليبيا، وراها كاين ذو قلت لك انا اخرتها يعني التصريحات نتاع فرحات مهني راهو يتحدث، ماشي قال حاجه سريه ولا قال لك انت راك تتحدث على جل باش انت تغر في الصدور، ولا قال مثلا انت راك تتحدث في يعني باليش انا شيء عنصري ولا خارج ليها صواب، ماشي قال الناس لازم لهم، هذو الناس اللي يحبوا يعني فصل يعني الدولة أو فصل يعني رقعة جغرافية على الوطن، يزمن وجههم بالنار والحديد، كاش يعني الوعي ما فيهاش نقاش. صح يا شيخ، بالنار والحديد. أول حاجة الوعي، هي وين الوعي رحم باباك؟ التربية يعني أو التعليم في بلادي يعني منهار جدا، انصدمت آخر مرة كنت في الجزائر، الأخ شباب صغير 14-15 سنة ماشي يمشي، هو ماشي في وعيه أصلا، حكينا في الموضوع يا ما هوش في وعيه أصلا، حكينا إن شاء الله معليش نعاملوا له الموضوع، إن شاء الله نديروا برنامج واحد آخر فيما يتعلق بالوعي. حكينا اليوم في الموضوع نتاع واش اسمه نتاع الإعلام نتاع القنوات الفضائية، الإعلام لا القنوات الفضائية ماشي نحكيو، خاطر كي نقولوا الإعلام ندخلوا فيها الانترنت وندخلوا فيها الصحافة المكتوبة وندخلوا نحوسوا نحكيو على القنوات الفضائية والأمور الأخرى، هذيك نجيو لها إن شاء الله في برنامج واحد آخر. معليش، القنوات الفضائية الجزائرية يعني إلا اعتبرناها خاصة، إلا قلنا خاصة وكذا يعني ربما ما نقدروش نكونوا منصفين، لأن القنوات الجزائرية حبينا ولا كرهنا، قنوات الصرف الصحي راهي معروفة لمن تابع، ربما حتى ولا كتعني في الاسم هكذا تابع الإعلاميين، ولكن في الحقيقة هي تخدم أجندة النظام الحاكم اللي راه.
ويعني وش ركزوا في الأيام الأخيرة يعني منذ بدء سحب استمارات ترشحات لرئاسة الجمهورية، يركزوا لنا على الناس يعني مش تقدر تقول واحد جزائري بشع، ولكن تقدر تقول واحد جزائري مسكين أمي، ربما تقدر تقول عنده مرض نفسي، ربما تقدر تقول مش عادي الإنسان هذا اللي جي صحافة وفي في يعني أوليو لا في في مكان أنه يتكلموا له على السياسة والبرنامج السياسي، يتكلموا له على تسريحة شعره، أو يتكلموا له على النظارات اللي دايرهم، أو يتكلموا له عليه يعني كيفاش جاء للقصر أو لمركز سحب الاستمارات. دونك يعني واحد يحكي له على الحلويات اللي يعرفه، واحد يحكي له على القهوة اللي شراها شحال خلصها، دونك هذا عيب. أنا يعني من منطلق آخر أو من زاوية أخرى. أني أشوفك الأخ عبد الرحيم، اصبر شوية صاحبي، اصبر شوية، هذوك الراجل يتكلم خليه يكمل ومن بعد راني نطلعك. جاء علي بن فليس أو جاء أي إنسان آخر أو يحيى، هل يتجرؤون أن يقولوا أن يسألون أن يسألونه أسئلة كهاته؟ أسئلة يعني تقدر تقول باللي أسئلة يعني تافهة. هذا عيب، هذا ما راهوش يعني ما راهي الصحافة احترافية أصلا أبدا، هذه راهي صحافة يعني الصحافة دنيئة، يعني صحافة حبت تبين يعني المظهر يعني أو للرأي العام الوطني والرأي العام الدولي أن كل مترشحين يعني مهما كانت درجتهم شوفوا كجرامي هذا، يعني لا يمكن مقارنتهم بتاتا مع الرئيس الحاكم، حتى ولو كان مقعد الرئيس الحاكم اللي يحكم فينا ما يقدر يغير ولا شيء. إلا كان قدر باش يغير يعني المرض ما وش عيب واللي نقوله ربي يشفيه، مش يقدر حتى يغير الليكوش نتاعو. السيد راه اونوطاج، كيفاش حبيت البلاد تسير؟ فهمتني؟ أما الصحافة المكتوبة، أما الصحافة يعني الرسمية، الصحافة الرسمية لا تنطق على الهواء، تنطق بالقوانين يعني اللي تصدر من 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 رئاسة الجمهورية حبينا ولا كرهنا. ما يقدروش يعني يديروا حاجة هكذا من دون ما تجوز على المنشار على المقص. يعني هذه يعني الخلاصة يعني بصفة عامة. نعم، شكرا للأخ حمزة، راه كاين إخوة آخرين راهم ينتظرون، نحاول إن شاء الله نمررهم. شكرا للأخ حمزة. شوف ترى الأخ عبد الرحيم ومن بعد نجي لك الحمود. المهم معذرة الإخوة مرة على مرة هكذا نطولوا عليكم شوية، صبرونا شوية تحملونا. أخ عبد الرحيم مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا شكرا. السلام عليكم. راه الصوت تاعك بعيد الأخ عبد الرحيم، راك تسمع فيا هكا؟ الآن أنا نسمع فيك أحسن. بغيت نعرف الموضوع اللي كنت تكلموا فيه من فضلك، هذا وين دخلت؟ الموضوع حول القنوات الفضائية الأخ عبد الرحيم. وي، قنوات فضائية في الجزائر للأسف هي قنوات فضائية والانتخابات الرئاسية. تفضل الأخ عبد الرحيم. وي نعم، راني نسمع فيك. بالنسبة للقنوات الفضائية، أنا لاحظت مصباح وانت دايرنا وسمو طلعني طلعني ومن بعد ما علبكش بالموضوع. يا الله يا كريم. حمود واش راك؟ السلام عليكم. واش الاخبار اسيدي؟ لاباس؟ لاباس والله، راك مبشطل اليوم. شفتي واش الاخبار؟ لاباس والله، لاباس الحمد لله. الموضوع اليوم انا نحكيو على القنوات الفضائيه. راني نشوف اخويا، راني نتبع في الجماعه ولا اصبر يا اخ ماجد. ماجد دوك نطلعك، اصبر شويه اخ ماجد نتاع تولوز، اصبر شويه. تفضل. واش نقول لك يا ودي يا استاذ؟ ربي يزيد فضلك يا استاذ، ربي يحفظك. قلت فيما يخص القنوات اللي نقدروا نسموها قنوات فضائيه كل حال، هي اذا كثرنا نعطوها نقولوا دي باج فيسبوك ولا ما
مش لاحق المستوى، والله ما يلاحق المستوى، ما يتمدش مادة إعلامية بالمستوى، راك عارف هذا. عبك باللي هذه هذا المصطلح راني انا اللي طلقته، هذا نتاع قنوات الصرف الصحي طلقته في 2008 وقيل هذا. والله ما يلحق المستوى، ما يلحق المستوى يعني اللي نقدروا نسموها قنوات فضائيه، لانها ما متجرده من الاعلام يعني من الاعلام يعني، ومعنى الصح نتاع الصحافه نتاع كيما قناه نسموا بعد بالاسم نهار، أنا النهار يعني جاية باش تكسر المجتمع هذه في العموم. كي يجوا من ناحية الانتخابات هي باينة واش راهي، راهي تخدم في جهة على جهة، يعني راهم يوصفوا في فكرة، سواء البلاد سواء النهار سواء الشروق سواء أي قناة جابت مترشح وحكيت معاه بأسلوب هزلي وبينت يعني المستوى نتاع المترشحين، كانت ماهيش تبين المترشحين، جاية تضحك على الشعب، تقول للشعب اللي ما عندكمش رجال اللي في المستوى اللي ترشحوا للرئاسيات، هذا واش هو يعني انسان تجيبه وتضحك عليه وتبوزي له دي كيستيون بات، يعني ماهيش دي كيستيون تاع في المستوى، يعني هو سياسي اطرح له اسئله سياسيه تاع انسان. ونزيدوا احنا وزاره الداخليه كي تجيب ناس تتقدم للترشيحات تعطيه 1000 استماره تمسخر بها، عارفوا بلي مش راح يجيب، وتمدلو زعكو مثلو ثلث وراقي وتقول له راح 60,000 نورمالمون. ثاني وزاره الداخليه نورمالمون دير دي كريتير لقبول رسائل الترشيح. احمد ما لازمش تروح انت ضحيه نتاع واش راهم يقولوا هما في وسائل الاعلام. على بالك باللي كي تروح لوزاره الداخليه ما يعطوكش 60,000، فهمت؟ ما يعطوهالك شيء، على بالي يعطيوكش هما، يعطيولك كاينه استمارات، اعتقد يعطيولك عدد من الاستمارات، اذا كنت تحب الضيف انت فيما بعد تسلك، هذه موجوده ما كلات موجوده هذه المسائل. دوكا كاين اللي راه هو يروح يدي هكذا عدد هكذا ومن بعد يدير دي فوتوكوبي والله يدير اشياء والله، وكاينين هما اللي يديوهم من بعد يولي ربما يبزنس بهم، فهمت؟ يعاود يبيعهم، يبزنس بهم، ماشي كواغر، ماشي الاوراق، يجيب الامضاء ويدو ليه. قال دوك مثلا انت كمرشح، قال شحال خاصك؟ خاصتك 20,000، نعطيك انا قال 10,000، ولا هذيك شحال تعطي لي؟ يبيع حاله 100,000 للصوت قال اعطيني ما على باليش انا، اعطيني حاجه، فهمت؟ قال ما على باليش، هذا هو يدي حقه على كل حال، حق التعب تاعهم هكذا. كاينين اللي يديروا هكذا لانه هذه المسائل هذه يعني ماشي حاجه جديده، هذه فهمتوا ما راهم من بكري وهما العدد بزاف استاذ، دي باصا الحدود يعني، تلحق 170 مترشح وراك رايحين ديبيوتي بزاف والله بزاف. المهم استاذ احنا نهضروا ثاني على قناه المغاربيه، يعني ننبه عليها شو قناه المغاربيه، بحال عندها واحد يعني واحد الطريق تمشي فيها، ماهيش كونتر النظام، كونتر النظام بالفم برك بالهضره مي ماشي راح تاثر، لانه علاه نعطيك واحد السؤال برك يا استاذ صرات وعندي علم بها، يعني كاين واحد صديق في الجزائر مول في يدير خطره مداخلات على بال قبل لا يفوت لا يقدم مداخله عاديه في ميدان الاقتصاد، يعني خاطي السياسه، يتصلوا به جماعه يقول له بوالا راح تعيط لك قناة المغاربية وعرفوا واش تقول وحدوا له الحدود اللي يهضر فيهم. واش معناتها يعني الناس في الجزائر، يعني نقول لك انا نقول لك في الامن ديريكت يتصلوا به، يعني عندها يعني وسبو في هذه ماشي نزيهه، مش حره يعني مهما كان، يعني معروفين كاين الناس راهم يشتغلوا مع الامن معروفين هذو، يعني مش حره. شوف نقول لك شوف نقول لك انا مزيد. هذا واسمو هذه القناة تاع المغاربية في البداية الأمر أنا كاينين اللي اتصلوا بيا، أنا شوف باش يكون في علمك باللي حتى نقول بعض الأشياء والله العظيم، غير هذا أسامة ولد عباسي مدني تحدث معه أنا في الموضوع هذا نتاع القناة الفضائية يرحم والديك، كان ما عندهم والو في البداية، تحدث معه عبد الله أنس غير على جال برك باش نديرو أن دوكيمونتير ماشي قناة دوكيمونتير برك، قال لي بلي راهم تما يحسبوه بالثواني
وراهو كذا وغالي ورانا شفنا واحد صحفي وكذا وكذا أوكي. من بعد غير صرات هذيك نتاع او علي بن علي هرب دار القناه دار القناه من بعد هما دركا ما يستعملوا فيها من اجل الضغط. في وقت سابق قال مثلا كان الحزب حزب نتاع الجبهه الاسلاميه كانوا انصار وكانوا في الشارع، دوك ما راهم يستعملوا في هذه المساله من اجل التفاوض مع السلطه ني بلوس ني موان، بالاضافه الى انه فيه امور تاع بزنس تاع درام تاع ماشي نورمالي. الناس رايت بزنس فهمت كاينه امور رات اما هذه قضيه نتاع واسمو نتاع ضد النظام وهذه ما شوف شكون اللي راهو يهدر. شوف اللي راهم ساكنين فيها هذاك الجنرال مانيش عارف واش يقولوا له، والكولونيل ما عارف واش يقولوا له، والخبيره ما عارف واش يقولوا لها، والخبير ما عارف واش يقولوا له. راهم ساكنين تما ساكنين. انت القناه الفضائيه واش هي؟ القناه الفضائيه هي توجيه الراي العام، توجيه الراي سيكني. والراي العام هذا الراي العام هذا ماشي راهو قال غنم وبقري. انت دوك لما تجي مثلا دير برنامج سياسي او برنامج اقتصادي او اسمه، كاينه اشياء اللي هي تتطلب احصائيات وتتطلب معلومات وتتطلب ارقام، وكاينه بعض الاشياء اللي انت تمررها وتحاول هو انك انت توصلها للمشاهد باش هو يستوعبها. حتى لما انت تدير برنامج ما على بالكش اسمه هذا المواطن هذا كيفاش راه هو يستقبل هذيك المعلومات، كيفاش هو يستهلكها، كيفاش هو يقراها، كيفاش هو يحللها، كيفاش. حتى دوك لما تشوف انت درك قال مثلا جنرال مثلا جنرال مع واحد قال مثلا كيما العربي زيتو مثلا واش حبيت تقول انت؟ فاهم مفروقه سي مروه ماشي كيف كيف فاهم نو فهمني واش حبيت تقول لما انت دوك مثلا تجيب لي مثلا واسمو مثلا ما تجيب لي الشوشان، تجيب لي العربي زيتوت، وتجيب لي جنرال يجيبوا باش يستقطب به باش يبين يعني المصداقيه تاعو. ماشي قضيه تاع استقطاب، قضيه تاع غباء. فهمت؟ قضيه تاع غباء. تا دركا هذا الانسان اللي انت راهك جبتوه عسكري، نجيبو انا نناقشوا مثلا في موضوع امني بحكم هو العلاقات تاعو، قال مثلا هو كان في الجيش، بحكم هو انه عنده معلومات، بحكم هو انه عنده خبره، ناقشوا في موضوع. لما تجيب لي انت نصاب محتال وتقدموا انت على اساس انه راهو خبير وانه راهو محلل سياسي، المواطن هذاك اللي راهو يشوف فيك وراهو يعرفه راح يثق فيك. انا الاول من الناس انا دوك الاول من الناس. انا راني قال مثلا في كنت في وقت من الاوقات والله قال كنت نتعاطف معاك او قال كنت انا ناصرك في بعض الاشياء، دوك الان قسما بالله يكويوك بلاصيد. تعرف شو هو يكويوك بلاصيد؟ والله ما تتحرك شعره. ما نامنش فيه صح، خلاص انتهى. غير الانسان اللي راهو ربي تمصلو على ربي على عقله وتمصلو ربي على عينيه. تجيب والله شوف انت يا قال درك مثلا في وقت من الاوقات كانوا مجموعه من الضباط مجموعه معدودين على الاصابع، وكان يعني في اغلبهم كان يتحدث شوشان وحسين هارون، كان الخطاب واضح خطاب واضح. قال هام ناس راهم ضد السلطه الحاكمه، ناس هذاك راهو قال مثلا طردوه من الجيش خرجوه بحكم قضائي والله، وخرج هو راحوا لجا وكذا، والاخر هرب وحتى هذاك سمراوي قال مثلا الى حد ما، ولو انه قال مثلا موش هو الظرف نتاعهم كيما نتاع شوشان والله، وحتى التوقيت اللي خرج فيه نفس الشيء ماشي. لكن انت كانت الامور واضحه، كاين ثلاثه ولا اربع ضباط والله معروفين الى حد ما، قالها وكاين الخط واضح وكاين واسمه الخطاب واضح وكذا. حتى الناس اللي كانوا ينشطوا قال مثلا في اليوتيوب او في الفيسبوك والله هذيك كانوا معروفين، قال مثلا هاو الناس معارضين. انا كاينين بعض الناس كانوا يكلموني يقول لي باللي والله العظيم صدق او لا تصدق القناه الفضائيه والله ما نستعملها غيرك انت هو القناه الفضائيه، كانوا يجيو يقولوا لي هكا التلفزيون ما يشعلش. انا عندي لما انت دوك انت
النظام هو راه يستعمل في سياسة الإغراق، سياسة نتاع إغراق. تذوق مثلا قال الحزب نديره 60، قال القناة نديره 60، قال الحساب في الفيسبوك نديره 600 ألف حساب. هو النظام هو يستعمل في سياسة الإغراق من أجل تفريق الناس ومن أجل توزيعها على جلب الشعب، يبعدها على الرأي الصحيح حتى باش الرأي هذاك ما يتشكلش، لانه هذ الناس راه ما عندهم ناس خبراء في الاعلام وعندهم كتاب. انت عاجز حتى كيفاش انت تسير هذه المسائل نتاع الاعلام، انت تحوس انت تخاطب الشعب وقاعد دير قناه فضائيه. واش درت بها؟ واش درت قناه فضائيه عندك دوك 5 سنين ولا 6 سنين وانت دايرها؟ واش درت بها؟ ما كان والو، ما دار بها والو. شوف التاثير نتاع قناه النهار لانها وصلت هذيك عندها، شوف التاثير تاع قناه النهار كيفاش راه هي تاثر في الجماهير، كيفاش راه هي حتى ولو انه سلبيا قادر درك هما ينوضوا شعب ينوضوه، بس انت واش قادرين يا قادرين تيجي قادرين صح. هذوك ناس تجيب لي انت دوكا هذا المواطن راه يعرفني، انا يعرفني من اكون، يعرفني بالاسم نتاعي باللقب نتاعي، يعرف العائلة نتاعي، يعرف الانتماء نتاعي في وقت سابق، يعرف الخط نتاعي، يعرف كذا، يشوف لك انا هو هذا نتاع الامن كان دير في البراجات في الطريق، ويشوفك هو في القناة نتاع المغاربية قناة المعارضة، يقول لك المواطن سيستيماتيكمو هو يقول لك يرحم بابك فهمني برك انا على جال هذاك الشخص هذاك، علاش مثلا ما تستضيفوش ولا تتكلم معاه؟ يقول لك انا راني ما فهمتش، انا راه عندي دوك سنوات وانا راني نشوف دوك. لو كان ما راك تجيب في حتى واحد قال، انا نشوفه في ناس في اليوتيوب يعرفوهم بالاسماء، هذا المشكل، هذا هو المشكل، يعرفوهم بالاسماء. يقول لك كيفاش هذاك انت في كل برنامج تجيبه يهدر ويهدر في كلام فارغ ما عنده حتى معنى، وهذاك اللي راه عنده افكار وراه عنده راي وعنده كذا ديولوجية، يعني ناس نقطية يجيبها يدير بها يكبر منها الجماعة، ناس نقطية ما تسمعش. شوف هاني نقولها على المباشر والناس تسمع، أقسم بالله العلي العظيم على المصحف الشريف غير قادر نثيق في طرطاق وما نثيقش في ولد عباس مدني. هاني نقولها بالصوت وبالصورة والناس تسمع. صح لأنه بقى لله أقسم بالله غير قادر نثيق في خالد نزار وما نثقش في الوجوه هذا، لانه باع مبدا، هو باع المبدا تاعو حقيقه، هي حقيقه. كيفاش نزيدك حاجه يا استاذ؟ كيفاش انت تجيب لي فرحات مهني بحكم واش جيب فرحات مهني يتحدث هو في قناه المغاربيه، وتجيب الاشكال من كل اسمه، وهذا شعار قال باللي مانيش عارف انا لا سقف للحريه، هو حددها حصرخ، فهمت؟ لا يقول برك غير شعارات، هذو انتو انتو النظام، هذو هذو انتو ما كاينش منها، ما مش طالعين هابطين. هذاك سليم صالحي طالع هابط، طالع هابطين ثم يقضوا في ليزافير تاعهم، عندهم ناس معروفين بالولاء نتاعهم الاجهزه نتاع المخابرات معروفين شحال هما راهم، هاهم درك هاو هشام عبود هاو دار لك قناه فضائيه، هاو هذا المشكل، هاو هذا سعيد بن سديره هاو دار لك اسمه قادر غدوه، هو يلقى جماعة هادو من هادو نتاع الاسمو عاش يدير لك قناة فضائية، راه داير شونطاج واحد وزايد تاع امام المواطن هذاك اللي راه يشوف هكذا. واش من مصداقية عندك؟ واش من مصداقية؟ لماذا؟ لانك انت ما عندكش مبدا تمشي عليه، فهمت؟ ما عندكش مبدا تمشي عليه، ما عندوش مبدا بالعافية. ونزيدك حاجة استاذ، راه دخلت للسجون، ناس دخلت للسجون، دخلت للمعتقلات، قضية نتاع المختطفين يجيب لي انت مرة في الوسمو، يجيب لي واحد عاجز حتى باش هو يمر الرسالة، والله ذي تف انسان فاشل. تذوق مثلا واحد ماسون راهو قال مثلا عنده البريك وعنده لافيراي وعنده السيما وعنده كذا، لما يكون هو عنده في الدماغ راه رايح يبنيك قصر، يبني بواش عنده يطلع، يكون راسه فارغ واش راح يدير لك؟ راح يعجل لك السيما، يكورها ويحطها، تعطيه واش تعطيه، ما عنده ما يدير به. انت نفس الشيء هذا الانسان اللي هو كان في طورا بورا، فهمت؟ جايب تحطه لي انت يا على جلب باش يدير لك انت، يوصل لك رساله، يروح تلعب على روحك، روح تلعب على روحك، جايب لي انت توصل لي ناس، توصل له رساله اعلاميه وراح تقنع انت الناس، وراح انت
لو كان جات هذه القناة الفضائية عند ناس اللي راهم يحسنوا الإعلام قسما بالله لو كان راها دايرة الفتك. ولكن للأسف الشديد كما يقولوا في البلاد النظام بها سيفري كما يقولوا في البلاد الخبز يطيح عند الناس اللي ما عندهمش سنين اللي ما عندهاش سنين صح. زيد حاجة أستاذ برك نتكلم علينا موضوع نتاع هشام عبود تبعته بزاف هشام عبود ظل يعيط ظل في التالي وين يتلى في شكون يتلى كيف تفتح القناة نتاع أمل تي في يجيب واسمه يحاور أنوار مالك نوار على كل حال نوار أنوار مالك واش ما عندها واش ما عندها أنا أفهم وقولي واش ما عندها لك هو هشام عبود الرجلة وكذا والنيف وأنا وحتى واحد ما يطيق لي وكذا ومن بعد تجيب أنوار مالك قال ما عندي من مولني أنوار مالك بين شكون راه يوجه فيه شكون راه يمول فيه دير شونطاج السعودية إيران السعودية إيران وشنو السعودية مولت كم باين هذه هي الناس اللي ندي منها والله ما ندي منهم معلومة ما نتفرج لهم شيء أنا كنت نتبعهم قاع سي قاع كي أنوار هدام بليطو شوف أنوار هذا أنا شخصيا يعني هكذا في وقت من الأوقات في وقت من الأوقات هكذا كنت يعني هكذا يعني ما كنتش نعرفه مليح نسمع به هكذا ولكن ما كنتش نعرف نهار اللي شوف نهار اللي التقيت به في باري وشفته دير هذاك الوسم نتاعهم هذاك اللي يشبه للصليب هذاك شفته على صدره وشفته كيفاش يهضر على الامير عبد القادر وكيفاش يهضر على العرب انصوري صاي سلام بالعافيه صح لازم تكتك به باش تعرف الوجه والحاجه اللي زدت هي زدت يعني اكدت لي باللي انسان خبيث راح رفع بيا دعوه هذاك النوار هذاك وراح هو شهد معاه بطريقه خبيثه كتب له دار له شغل شهاده باللي قال له باللي واسمو راني نبحث في الانترنت وراني لقيت واحد يهضر عليك في الانترنت ولذلك انا ما نقدرش نخدمك عندي بطريقه خبيثه اجل باش هو تما لما تروح انت للمحكمه هذيك لما يقراوها تما مع انت راك انت شغل تسببت له في الرزق تاعو سببت له في قطعه رزقه قطعه رزقه سما انت فسدت له الخدمه من ثم صاي من ثم خلاص من ثم انا قاعد كنت نسمع لهم كي عبود كي انور مالك كنت نتبع القناه نتاعك نتبع القناه نتبع زيطوط قاع بصح من بعد راك تفلتري الانسان بعقله يفلتري صح بالكذب كاين اللي فيه تهور اللي ما تهور كاين اللي عنده رساله يوصل فيها كاين اللي كل واحد عنده فكره وفي التالي تدير قناه فضائيه مستحيله كاع ما تخش في الراس عبود يقول لك ما عندي والو من بعد يخرج لك قناه فضائيه عبالك باللي شحال تسلك في الساتيليت عبالك شحال وما عبالكش على بالي رقم كبير كاع موش قال حاجه قليله رقم كبير يعني شيء كبير موش قال غير هكا اللي جاي يفتحها وكان جات ياك تشوف هذوك اللي كانوا يتقملوا في الجزائر كانوا واحد هاو ممنوع باش يهضروا وكا من بعد عشاو لك بالكوستيمات والكرافات وكل يوم يخرج لك واحد ب اونسومبل جديد شوف والله يا استاذ اللي في لما خدوم شوف كي تاع ملاح كي عبدو صمار كي الطفل هذاك اللي خرج هرب الاول زعما انت ممنوع من الخروج وتخرج كيما عبدو صمار قال هرب تسخروا بينا ابعتوه يوصل الرساله تاعو مع القنوات الفضائيه يبعثها للشعب باللي في لما خدوم باين يعيط يعني الناس راهي توصل دي رساله وناس ناس خرجت من الجزائر ك يعني كي اللي طالبين اللجوء باش شوف يا هذ الايامات كيف حلوا مليفان فهمت باسكو دوكا هم شافوا قالوا لك هذا غديري هذا وترشح ممكن في راه احتمال هكذا كذا نطلقوا لهم ليفان تسمع عطاو لهم عم بداو مسربوا لهم لي زافونس راهو تحرك ربراب والجماعه متحركوا راهم متحركوا مليح الحرب الاعلاميه درك انا مانيش ضد مانيش مع غديري والله ماني معش عارف من بدؤوا كاع بصح والله الا شنت عليه حمله هذو الايامات توالا حملة مش نقول لك والله ما صرات كيما اللي صرات ذاك العام في الايامات الانتخابات بنفليس راهم نفس الحاله دايرينها له واحد يقول فرنسا ومن بعد الجماعه راهم خرجوا جماعه اللجنه الشعبيه خرجوا من بيتو رحمه الثاني ما نعرف على اي اساس يعني اليوم من اليوم شفت هذه تاع بن بيتو رحمه راه بوتي كثروا تقربين برك الناس راه يتخلطوا خلاص والله لا حاطينه في الوسم خلاص روح عاود اسمع راهو كاين تسجيلات مشهورين في اليوتيوب
منشورين على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، وش يقول أحمد شوشان على بن بيتور؟ أم موجودين التسجيلات ما تهضر حتى مع شهادة أنا سمعت شهادة بالصوت وبالصورة، راهم موجودين التسجيلات تشوفهم على صفحة نتاع المصالحة الجزائرية. لا لا شفت أغلبهم بصح نعاود نشوف والله نعاود نحوس. راهم موجودين. سمى الشهادة تاعو في بن بيتور. إيه روح عاود اسمعهم تسجيلاتهم عدة تسجيلات موجودين. راهم اليوم نوضوا قال يقول لا ما كانش مرشح بلا بن بيتور. سمى أنت إنسان قديت منه موقف ومن بعد قال والموقف على أي أساس ديته منه؟ شهادتك اللي كان ضده على أي أساس؟ شوف بن بيتور معروف باللي جابوه الجماعة تاع الدي ار اس. معروف. ودوك الان راها الامور راها غير زايده تتوضح برك. اللي كان عنده شك باللي واحد راه كان في الدي ار اس الان راه غير زايد يتوضح يتاكد بيتور جابوه جماعه الدي ار اس، فهمت؟ جابوه جماعه الدي ار اس حطوه ثم في الرئاسه لانه هما اللي انقلبوا على الشادلي. والله راني غلط بكلامه هو راحوا جابوه ومن ثم هو راهو خدم مع رضا مالك، خدم مع بليد عبد السلام، خدم مع زروان، خدم مع بوتفليقة، خدم من وزارة الطاقة، خدم وزارة المالية، وخدم رئيس حكومة. هذا اللي كي نقولوا احنا باللي فرنسا راها هي اللي انقلبت على الجزائر وهي اللي دارت وهي اللي دارت وهي اللي دارت، معناتها هذا كانوا راضيين عليه ودوك الان راه رايح هو يوقف ضد فرنسا. با 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 مستحيل. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. انسان يناقض في روحه والله غير يناقض في روحه. جماعه راه تضرب في الخطا والله يا استاذ، لا جماعه تضرب في الخطا. قال ما عندناش مرشح وخلاص يلا الحين سيد ما لمش التوقيعات يتقدم مرشح سيد ما لمش التوقيعات في في 2014 ما لمش التوقيعات كي هو كي هذاك واش اسمه هذاك اللي هاو كان يلعب في الرول تاع الاخر دوك هاو راهو يلمح الغديري وديجا هاي واسمو ديك هذيك زبيده على السول هذيك اللي قاضيه في التعيينات هاهم خرجوا ليها. لما كنت نقول لهم بلي انا جماعه نتاع الدير اسك الدين نتاع والله سبحان الله انت كل شيء تشك فيه كل شيء انت تشوف فيهم بعينيك هاهم الصحفيين راهم كل يوم يبانوا كل يوم كل يوم يظهر. كاينين اللي دوك مثلا بعض القنوات الفضائيه بحكم هو انه احنا رانا نحكيو على القنوات الفضائيه كاينين اللي هو خارج ليها طاي طاي. شوف هاو كاين تسجيل تسجيل نتاع انيس رحماني هاو موجود دوك ان شاء الله نحوس عليه نقطعوا ونطلعوا للصفحه نتاع المصالح الجزائر بالصوت وبالصوره بالصوت وبالصوره يحكي على بوتفليقه باللي في 2019 بوتفليقه كاين باللي في 2019 ما كانش دركا مصلحة الجزائر مصلحة الجزائر بوتفليقة راهو دوك هو يحتضر راهو الروح نتاعو تخرج في اي وقت مشكل والله هذا هو المشكل طلع هادو ناس هذا المشكل هادو نقول لك ناس انتهازيين اللي عاد راهو باني دوك هو القضية نتاعو بانيها على رؤية وبانيها على صدق وبانيها على إخلاص وبانيها على مشروع حتى إذا كان مات هو مات تبقى الفكرة تبقى تمشي ويبقى المشروع ماشي وربما يهزوه ناس وربما يمشيوا به ويروح ما يعرف اسمه ولكن لما تكون الأمور مبنية قال لك أنا هذا ابن المنطقة نتاعي جماعة نتاع الشرق وشكون قال لك هذا غديري من تبسة نمشيوا معاه هاي جماعة نتاع الصحراء ماشي على مبدأ ايه جماعة نتاع الصحراء قال واشي قال لا والله هذا أحمد بن بيتور هذا لأنه راهو من جماعة نتاعنا اي نفوتو ومن بعد جماعه نتاع الغرب قال والله دوك حنا الضربه نتاعنا الاخرى لا راح بوتفليقه راهم يزيدوا اي يلا نقعدوا حنا دوكا نمشيو حنا في هذا الاطار بعناوين واحد اخرى عناوين واحد اخرى يجي واحد انا سميه لي دكتور سميه لي مانيش عارف انا سميه لي انا ما نمشيش في هذا الاطار. الجزائر عانات من هذه المساله هذه نتاع الجهويه وان شاء الله نديروا لها برنامج. عانات كثير كاين بعض من الناس اللي هما دوك مثلا جايبينها من وراء مدني مزرق لانه من الشرق ولكن في المقابل يروح يمشي لك مع احمد بن عيشه كما قلتي فهمت ما نمشيش مبادئ ما كانت حتى في الجبهه مبادئ المصلحه
يمشي كلاعب باسي مدني لانه وراه قال مثلا محسوب على منطقه او اسم تاع الجنوب، فهمت؟ لانه هو من بسكرة وما نمشيش مع جاب الله لانه من الشرق، من الشرق ما نمشيش. انا خويا كان خويا ولد ما كان معاه، كان مع جاب الله ما نمشيش معاه. عندك الحق مبدا كمبدئي، مبدا عندك الحق هي الحقيقه يعني. والله العظيم شوف هاني نقولها لك، ها هو جليل دار على بالك انا باللي ما عنديش الوسم، جاب لي بعث لي ورقه من عنده من عند جاب الله وجاب لي كتاب وكذا، قلت له حطوا له. عندك الحق قلت له، قال لي انا ما نهضرش معاه. تنبعت له جماعه راحوا ليه من سطيف ومن قسنطينه من بومرداس، راحوا باش يلتقي بهم باش يتحدثوا معاه في الموضوع، ما يستقبلهمش. وتجي انا تبعت لي انا قال له الكتاب تاعك وهاو الشيخ وهاو داير نداء، والله ماني سامع بك، روح والله ما لبالي بك حتى وراك الدور. الناس ما قادرك، انا نقادرك لانه نشوف نشم فيك الريحه نتاع الاسلام، نشوف فيك الريحه نتاع العروبه نشم فيك، لكن لما نشوفك انا باللي تتربب روح، روح نقول لك كلمه قد 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 مانيش عارف واش، روح ما نمشيش معاك. عندك الحق والله، من وقاسما بالله لو كان بابا ينوض من القبر والله ما تحرك لي شعره. عندي طريق نمشي عليها، عندي مبدا نمشي. شوف انسان صادق، انسان مؤمن، انسان راه اسمه نمشي معاه، نمشي معاه ونروح معاه لبعد الحدود. لما نشوف لك هاو لك احمد طالب ابراهيمي لو كان يترشح ويعيط لي بالتليفون ويقول لي نشط لي الحمله الانتخابيه، نقول له روح تبيع الفول. ما واش وقت نقول له روح تبيع الفول. 18 سنه انا في فرنسا، ما تقدرش تهز التليفون وتعيط لي، تعيط لي دوك انا باش نجي ندلك انا، انت ندلك انا حمله انتخابيه. والله وتعود انت هو الرئيس، انت هو الرئيس، مشي قالوا والله ما نمشي معاك. عندك الحق، فهمت؟ قضيه نتاع مبدا نمشي عليه، مبدا الانسان يكون بالعافيه. ما ينفع غير الصحه استاذ، ما ينفع الله الصح. خويا بارك الله فيك يا استاذ، جزاك الله خير. ربي يبارك فيك الاخ احمد، مانيش عارفك شما راهم كاين اخوه، نشام كاين معليش نشوف ترى نشاركهم. ربي يبارك فيك، ما سامحني احمد راني ساعه كذا نديك الكلمه. لا معليش والله والو، تسامحني ودي المهم تحب من بعد ترجع عاود ارجع نشوف ترى الاخوه هذو. معليش والو، معليش يا استاذ طلعك. ربي يبارك فيك، شكرا اخ احمد. شوف ترى الاخ عبد الرحيم، اعتقد انت دخلت قبيله صاحبي. عبد الحليم ياك تشوف اخويا، يا ودي واش راح نقول لك، قال لك فهمنا. هما شوف نقول لك الاخ الكريم هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك انت بماسي، هما لما يحبوا يصنعوا واحد في وسائل الإعلام يختلقوا له قضية، فهمت؟ يختلقوا له قضية من بعد يصيروا هما ينفخوا فيه في وسائل الإعلام، ينفخوا فيه حتى يقلبوه في لحظة من اللحظات خلاص. وفي المقابل واحد راهو عنده شخصية وراهو يهينوا فيه ويتجاهلوه ويقزموه حتى يقلبوه مكان والو. هذه المسألة على واش انت، هذا كان في العهدة الرابعة كان معبود في اللقاء، ودوك صار هو عربي بن مهدي. يا صاحبي ما فهمتش انت يا واش راح نفهمك انا، هذه المعلومات اللي فيها في وقت سابق، هذيك الصور نتاع الجيش قال رانا معاك وروحوا رانا معاكم اخرتها هو ترشح الجنرال الغديري، فهمت؟ امور واضحه دوك، اذا كنت ما فهمتش واش راح ندير لك انا. اخ ياسين مرحبا بك. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم الاخ، الله يبارك فيك الاخ. بغيت نفهم غير واحد الحاجه، اسكو الايادي اللي حنايا اللي راهم عندنا والناس هذو اللي راهم عايشين في الغربه برا
يعني ما يقدرش واحد فيهم يدير برية الهيئة الأمم المتحدة يبعثها لهم يقول لهم باللي احنا يرى عندنا عصابة راها مختطفة شخص، احنا عندنا شخص هما الأمور والمصالح الشخصية تاعهم. احنا هذا السيد ما شناش يا اخي، ماذا بينا هما يجوا من يهل هنا ويفتحوا التحقيق معاه، الا رانا احنا غالطين ماشي مشكل. بيان سور راك غالط. لا معليش فهمني، معليش وعلاش انت عم بالك بلي هاد الامم المتحده ما على بالهاش والله. الو راني نسمع فيك، علاش الامم المتحده ما على بالهاش؟ يا سيدي معليش، حنا كيكون صدى اعلامي باين، كيكون صدى اعلامي باين، صدى اعلامي والله ما على بالهم بيك، فهمت؟ هادو الناس راهم شوف راهم دول حطموها راحوا وقفوا مع صدام حسين في قضية هذيك نتاع تعاوش اسمه دول هاك. تشوف هي على كل حال، هاي اليمن هاي ذيك هاي ذيك، هي على بالهم بيه باللي راه مريض. الدليل في ذاك تتهضر على الامم المتحده، شحال من مره هو يستقبل هذاك الاخضر الابراهيمي، شحال من مره استقبلوا يا صاحبي، شحال من مره راهي مرقت يا يعني راهي مرقت كيف سيد مكاش إنسان اللي هو يراسل الأمم المتحدة من أجل التدخل في الجزائر، إنسان اللي يراسل منظمات دولية من أجل باش تدخل في الجزائر، هذا إما إن أنه إنسان جاهل ما يعرفش السياسة، وإما عميل ما كانش حاجة أكبر. احنا ما راهوش قصدنا باش يجيو يدخلونا في السيادة تاعنا، ولا باش يفتحوا تقدير. واش راك دير؟ احنا بغينا نشوف السيد هذا اللي راهو هو يطمح للسلطه ويراس الامم المتحده، راه يقول لهم باللي تفضلوا باللي راهو واجد، باللي هو عميل واجد، او عميل واجد. شنو الامم المتحده هذا دخلك؟ فرق بين الخيانه وفرق بين انك ترفع شكوى على جال يوقع تحقيق. شنو الشكوى يا رجل؟ الناس تشوف فيه بالعين المجرده باللي راه انسان عاجز ويحيى بروحه، هو يقول لك باللي راه عاجز. واش من هضره؟ هما برواحهم راهم يقرون من انه راه منتهي، وهما دركا راهم يشوفوا باللي لازم هما يروحوا لهذا. هما راهم كانوا مشاو في وقت من الاوقات في القضيه هذه نتاع ربما إمكانية تمديد ولو لمدة سنة، فهمت؟ جماعة ما حبوش، قال لك لازم تمشي الانتخابات في وقتها وخلي يروح يترشح على روحه، ولا عطالو الشعب مبروك عليه. وذوك كي بدا رايحين يرشحوه بديت تعيط، خلي عليه. انت قلت جماعة كانوا يحوسوا، قال باللي أودي راهو ضعيف، راهو مريض، راهو انتهى، أرواحو نلقاو صيغة كيفاش حنا نخرجوا من هذه الازمه. قال اودي ارواحو نديروا ندوه او نديروا مؤتمر، ارواح نلتقي ونتكلموا ونديروا ارضيه ونشوفوا كيفاش نلقاو صيغه، كيفاش ننتقلوا يعني في الحكم هذا. جماعه قال لك روح دير الانتخابات في الاجل تاعها، درك هما بالاجل تاعهم تا دوك ما حبش تقبل نتاع عام ولا عامين، هام دوك راح يزيدوك 5 سنين. هاي اخبط راسك في الحيط، هاي روح تحوش على الشعب، روح للشعب. قانون هما عندهم، الدستور هما، انت ماكش طبيب، الدستور هما عندهم، الدستور وعندهم القانون نتاعهم. راهم درك هما يقول لك باللي الدستور هذاك تسمى يخدموا بالدستور الجديد. فالدستور الجديد هذا اللي راهم داروه راهو رايح يشارك هو العهده الاولى ماشي العهده الثانيه. راهو رايح يشارك العهده الاولى دوك، هو لما دوك هما راهم رايحين يطلعوه، طلعوه عندهم من الاطباء نتاعهم يديروا لهم باللي راهو لاباس عليه ويفوتوهم. رئيس المجلس الدستوري هو اللي عينه، وزير الداخليه هو اللي عينه، وزير العدل هو اللي راهو يعينه، القنوات الرسميه راهم عنده، وانت راهم عندك القنوات اضرب الزرنال حتى انتهي. هما رايحين يفوتوه فيما بعد، ومن بعد انت هاو خلاص يا سيدي. راه انا الناس احترمت الدستور واحترمت النتائج وراهم عندهم هما. قال مثلا هذا دوك مقري مرشحوه،
على جال باش هو يدي الأصوات نتاع الإسلاميين إلى حد ما باش يقسموا الأصوات. قال درك هادو هذا غديري هذا إذا عقبوه باسكو قادرين درك في المجلس الدستوري هذا ما يفوتش هذا غديري هذا. أو قادر هو قادر سبيسيفيك حتى سبيسيفيك حتى سبيسيفيك راني بقيت نشوف باللي راهم يحوسوا يديروا شحال من عراقيل ليه راني نشوف ما يفوتش غركم كاني ما يلمش التوقيعات ما يلمش التوقيعات ما يفوتني هو ني رشيد نكازني هذوك الطباب هذوك اللي راهم سموا ما يفوت حتى واحد منهم اللي راحين يفوتوا اذا كان ترشحت الوزاح حنون تفوت اذا ترشح علي بن فليس يفوت اذا ترشح واش سموا هذاك عبد العزيز بن العيد هذاك يفوت جماعه تاع المخابرات عندهم ثلاث مرشحين ولا اربعه وعندهم ذوك مثلا هذو الجماعه نتاع الاسلاميين الى حد ما هذا عبد الرزاق مقري وبوتفليقه هما ذوك هذو الجماعه اللي راهم يمشيو مع بوتفليقه راهم يمشي مع الارندي يمشيو مع نتاع الافلان عنده ارباب المال عنده كذا عنده كذا انا راهم راحين يروحوا للصناديق حل الصندوق وروح تلقاها روح تلقى روحك باللي هاد الناس نركزوا فيهم نتا ما كان والو. انا اول مره نشوف باللي كاين احزاب في دوله تجي تقول لك لا رانا مع الحزب الفلاني، انت علاش راك ناشئ هذا الحزب مادام راك مع هذا كيما جماعه الارندي جي سي ويحيى يقول لك باللي انا لا رانا كذا ورانا مدعمين الرئيس هذا، كيفاش دايره هذه كيفاش دايره؟ فهم هنا اسكو الشيء هذا اللي راك تلعب به كيفاش راك تلعب بسير؟ راهم درك هما ربحوا العيب، راهم درك هما راهم في كيما نقولوا الكارطه نتاعهم الاخرى يا اما هو انه يكملوا فيها ويزيدوا لربما كش ما يلقوا خليفة واحد آخر وإلا هو أنه راهم رايحين يصطدمون بواقع واحد آخر وراه كاين فيه محاولات اللي جر الجزائر الفوضى راه بدات فيه ناس راه تحرك فهمت راهم يحركوا في بعض اسمه هذو نتاع ما يسمى بالمتقاعدين تاع الجيش فيه جهات كاين فيه بعض البيانات تاع مجموعه هام اسمها هام داروا بيان ها مجموعه هام داروا بيان دوك تشوف من خلال الصفحات بعض القنوات في الخارج كذا ادعموا خوكم ادعموا كذا ويلعبوا على هذا الوتر نتاع الجهويه قال اودي هاد الجماعه دوك مثلا هذو نتاع الغرب راهم دارونا اخويا هذو جماعه نتاع بوتفليقه وجماعه الغرب ودارونا ودارونا ودارنا على جال باش يجبدوا جماعه نتاع الشرق باش يروحوا لوش اسمه هذا علي غديري فهمت والجماعه نتاع الغرب قالوا ودي بالاكم هذا الشويه راه من حكم ويو بالك بالك فهمت ايا بالاكم ايا تحركوا يلا وتبدا جماعه نتاع الجنوب قال واشي قال لا ودي احنا دوك حنا من البكري وحنا ما دارونا وحنا وكذا وحنا وكذا قال اودي جماعه راها في اتصالات وفي كذا وقال والله احنا صح في وقت سابق رانا قال مثلا حنايا رانا فرطنا فيكم ورانا ربما ولكن المره هذه ان شاء الله ونديروكم 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 وروح مركي في الحيط. المهم شوف الحاجه اللي مليحه هو انه هذا ذرك بوتفليقه انتهى ذرك اذا كان ذرك هذو ذرك مثلا فوتوا العهده الخامسه اذا كان ذرك رشحوه هو راه منتهي والله اذا كان زاد منا وهكا عهده اذا كان زادت عهده منا وهكا راه رايحه تزيد دخله. افهمني 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 واش رايح نقول لك. اذا كان درك هاد الجماعه فوتوا بوتفليقه فوتوه هاد الناس ما راهمش رايحين يمروا عام ويعاودوا يديروا انتخابات رئاسيه واحده اخرى خطر هو انتهى ربما يعدلوا الدستور كش ما يلقاو صيغه واحده اخرى قال يديروا نائب الرئيس والله على جال باش هو يستمر في الخدمه نتاعو والله ولكن هو انتهى رايحين يرجعوا للانتخابات ولكن خطر كاين بعض من الناس انا ما رانيش ندعم فيه ولا راني ندفع في الناس باش ينتخبوا عليه راني نحكي لك في الواقع كيفاش راهو. اذا كان هذ الناس قدروا من خلال الجيش تدخل الجيش يعني استطاعوا باش يديروا انقلاب على القيد صالح والجماعه اللي معاه واستطاعوا هو انه بالدبوس بالكلاش
على جال باش هما قال وزير الداخليه يديروا له بيان وقال اهدر يعني يكتفوه فهمت يعني كيما نقولوا بالصريح الفصيح يجيبوا وزير الداخليه قال والله وزير العدل والله المجلس الدستوري وقال ها هو او البيان وقرا اقرا ولا نتيريو على جدك هو قال مثلا يفوتوا رئيس واحد اخر تاكد باللي التغيير على 50 سنه 50 سنه ما جيتش تعاود تسمع به دوك ربما الى كان درك هاد الجماعه هادو دوك مثلا فوتوا بوتفليقه راني قلت لك عامين الاكثر راهين يعاودوا يرجعوا لنقطه الصفر يعاودوا يقول لك راهي ولات دار العجزه هذه راهي ولات دار العجزه عاود رجع لي بن صالح عاود رجع لي هذا السيناريو الفيلم الحلقه كل يوم ماكملش المسلسل ندي ذا عاود جيب ذا اي مرقت مرقت فوق راهي قنوات عالميه راه دايره حكايه علينا أنا هذا منذ سنوات وأنا نحكي في هذا الموضوع منذ سنوات الناس اللي راهم يتبعوا فيها ويتبعوا في المداخلات نتاعي راهم ذركا هم بالنسبة للكلام هذا راه ولا لهم كما الحمد لله رب العالمين حافظينه كما يقولوا ما منذ سنوات ونحن ننادي يا ودي أرواحه نتلاقاو على جال باش نديروا حل قبل ما يموت بوتفليقة أو قبل موسمه اللي خطر عليه احنا نحوسوا على مخرج نهائي للازمه الجزائريه ولكن هذ الناس عارفين باللي ما المخرج هذاك ما يخدمهمش خطر هذ الناس ارتووا بالدماء وارتووا بالدموع وارتووا بالاهات نتاع الجزائريين وارتووا بالاموال وبالثروات فهمتوا بالتالي ما راهمش راهين جماعه راهم متشبثين بالسلطه ولو احرقت الجزائر والاخرين يحاولوا يوصلوا للسلطه ولو احرقت الجزائر احنا ماناش حابين هو انه نقعوا في هذا الفخ نتاعهم وتروح الجزائر تزيد تدفع هي سنوات واحده اخرى من الضياع البارح 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 قناه في تيافا في فرنسا صرحوا بلي انه الدخل المالي اللي راه عايشه به فرنسا راه جاي من الجزائر كيفاش قال له راه البترول تاعهم اللي راه جاي رانا نبيعوا لهم ليسونس عطينا دايرين واحد زوج ولا ثلاثه تاع لي فورنيسور هادو اللي يجيبوا للدوله الجزائريه ليسونس واحد ما بغاش بدون ديك الاسماء صافي احنا ماش خاصنا مشاكل معاهم قال لك باللي الدخل تاع فرنسا كامل راه من الجزائر الدخل راه كامل صافي ما غاديش يقدروا هما باش يبعدوا يديهم على هذا الشيء ما يبعدوش يديهم وبقات الحكايه هكا كيما نقولوا البلوطه درك بقات تمشي عندهم هما خلاص دوك تما ما فهمناش دوك حنا نحرقوا كيفاش نديروا نروحوا نهربوا نخلوها لهم ما فهمناش شنو الحل هذا تشوف قلبك يضرك على البلاد كيف راه صاري لها مانيش عارف انا كيفاش مانيش عارف شوف نقول لك هو الواحد لازم يواصل لازم الواحد يواصل لازم خاصه في هذا المجال تاع التوعيه هذه لازم الانسان يقوم بالدور تاعه ويتحدث مع الناس يفهمهم ولكن في نفس الوقت اذا كان انسان راه يؤمن بالتغيير الحقيقي ما لازمش الانسان هو انه يعني يطيح في الفخ نتاعهم تاع دوك هاد الناس اللي راهم درك هما يدعموا في غديري يقول لك انا ما يهمنيش انا يديها اي انسان والمهم ما يقعدش بوتفليقه هذا الانسان اللي راهو يفكر هكذا هذا الانسان ما يعرفش التغيير وما يعرفش السياسه وما يعرفش ما يعرفش والو ما يعرف والو حتى يا درك شوف نقول لك تعود انت تلعب في راك تلعب في لعبه تاع الشطرنج والله لعبه من الالعاب هذوك اللي يديروا فيها راك انت مقابل واحد خصم نتاعك تعطي له انت حاجه وتشوف انت حاجه هذيك باللي راه رايحه تطيح والله تعطي له الفرصه باش هو يرم بلاصي ومن بعد هو يدير فيك يدير فيك ما دار تا درك بوتفليقه انتهى انتهى دوك خلاص هذه حتى ويدير له العهد الخامسه انتهى دوك هما هذه راهم اجبروا عليها اجبروا عليها هما راهم كانوا خايفين وتاكد باللي دوك راها كاين فيه دول من بينها فرنسا ومن بينها امريكا هما مش حابين هو انه قال مثلا تكون كاينه اشياء في الجزائر لماذا لانه هما خايفين من الاسلاميين لو كان هذا الاسلام عارفين باللي الاسلاميين تاع الجزائر الى تحركوا تحرك نتاع صح عارفين باللي يديروا واش يديروا خاصة في فرنسا وفي اسمه بالتالي هما يخدمهم الاستقرار ولكن مش الاستقرار اللي يخدم الشعب يخدمهم هما فهمت يخدمهم الاستقرار
اللي يقدم لهم المصالح، مش الاستقرار اللي يخدم الشعب. لكن تأكد باللي بوتفليقة انتهى، حتى إذا كان درك مثلا هما جدوا له هذه العهدة، ولكن ما راهوش رايح يروح بعيد، يعني عام الأكثر خلاص خلاص انتهى انتهى. بك انت لما انت تروح توقف مع واحد، توقف مع واحد ما عمر راح توقف. هذو جماعة الدياراس، هذا علي غديري، هذا عبد العزيز بن العيد، وهذا واسمه علي بن فليس، هذو ولويزا حنون، هذو جماعة، جماعة التوفيق. انت راهم جماعة التوفيق ضد جماعة انت بوتفليقة. انت تحوس على التغيير، انت ما لازمش تطيح في الفخ نتاعهم، خلي ياكلوا بعضاهم، احنا نحوسوا نخلصوا الجزائر منهم في زوج، فهمت؟ ما ناش نحوسوا احنا ننتقموا والله واسموه، هما اللي راهم حبوا هكا. لكن انا ما يجيش يستعملني باي وسيله وباي طريقه، يجي يقول لي ذوك انا هذا علي غديري قال ودي انت سي محمد انت راك من الشرق اخويا، وهذو راهم جماعه الغرب وارواح وارواح، وانا نمشي معك. ما نمشيش معك والله، وتعود بابا والله ما نمشي معك. مشيت مع احمد طالب الابراهيمي لانه كنت اعتقد فيه الصلاح واعتقد فيه الفلاح، ولو كان قال مثلا حمروش لو كان يتقدم والله وكذا، ربما راه راح يلقى ناس اللي يوقفوا معاه، لانه راه يمتلك مشروع ولانه يمتلك رؤيه، ليس لانه من الشرق. لكن باش نروح نمشي انا مع واحد لانه راه مع الشرق، والله غير خويا ولد ما، خويا خويا ولد ما، ويجيك النهار ويقولها لك هو، تقولها في قناه فضائيه لا حب يقولها. قاسما بالله قلت له غير انا اول واحد يقف ضدك خويا ولد ما، لانه مقتنع بمشروع خويا خويا ولد ما. قال لي كيفاه وانا وخوك ومنك وما كان والو، انا الاول رايح نقف ضدك، فهمت؟ باش نروح انا مع واحد ما نعرفه ولا على بالي به، ويجيو ينفخوه في وسائل الاعلام، ويجي يصير لك هو داعيه، ويصير لك هو فتح من الفطاحل الكبار، ويصير لك هو مانيش عارف انه داهيه الدهات، ويصير لك هو عالم العلماء، ولا يوم في حياته ناضل ولا يوم. من بعد يلا خلاص كل القنوات تتحدث وكل كذا وكل كذا، نجي انا نمشي معك على اساس واش نمشي معك. هذا واحد من الناس اللي هو كان مع الانقلابيين في التسعينات. حكايه كبيره. دونك المشكل انه هذا المشكل راه من السياسه، دخلنا في الجانب الاقتصادي، دخلنا في الجانب الاخرين. البارح في البوست تنخدعش تنخدعش بهم خلاص. شوف نقول لك والله انا عنده جماعة هذا دوك، هذا مقرن اية العربي، هذا مقرن اية العربي، هذا شكون؟ هذا مقرن اية العربي، شكون مقرن اية العربي؟ روح شوف الموقف نتاعو من التسعينات كيفاه كان في الار سي دي، كان في الار سي دي هذا مقرن اية العربي، وواحد من الجماعة الاعمدة نتاع الحركة البربرية، هذا مقرن اية العربي اللي الان راه هو المدير تاع الحملة الانتخابية تاعو. وروح لعلي بن فليس هذاك اللي كان معاه، هذاك احمد عطاف، واحد من الناس اللي هو كان من الاستئصاليين في الفن تاع التسعينات، هذاك واحد اللي هو مرمد عبد الحميد مهري، مرمدو باش يروح يداوي في فرنسا، وسموه في تلك المرحله سموه بخائن عبد الحميد مهري، اللي كان هو واحد من المناضلين تاع حزب الشعب، وواحد من الناس اللي هما عرضوا عليه في بدايه الثوره على جال باش هما يكون قائد في تاع الثوره قبل ما هما يعلنوا على تفجير الثوره. يجي لك انت واحد مثل هذاك ومن بعد تحطوا انت مدير معاه، راهو درك هو معاه عضو قيادي في هذو المجموعه، ما لازمش الواحد ينخدع بهم خلاص. يشوف يجيب لك واش يجي، والله ويجي يقرا لي القران، والله ما نامن به، ما نامنش به. تحكي لي انت ديرك مشروع مجتمع ونحوس لك على التغيير وندير لك قاطعه ونطلع ونزيد ونهبط كلها بلا بلا، مثل هذوك الناس اللي هما يجيو مع يجيو في الانتخابات، واش تحوسوا؟ تحوسوا على الطريق، والله نديروا لكم طريق اخويا. تحوسوا على اوتيل، نديروا لكم اوتيل. واش تحوسوا على ستاد؟ نديروا لكم ستاد. قولوا برك، طلبوا برك الحاجه اللي تحوسوا عليها نديروها لكم. من بعد ما يلحق هو روح بالسلامه بالعافيه. نواب في البرلمان
بدلوا زوجاتهم وبدلوا اولادهم وبدلوا ديارهم وبدلوا وكذا. حوس لي انت يا واحد يلحق لك للرئاسة يسمع بك، بكره هو انسان متواضع، فهمت، متواضع ويمشي مع الناس ويروح يتسوق ويدير كل شيء، النهار اللي يوصلوا من بعد تشوف. والله العظيم يا الانتقام اللي يديروه غير ربي اللي على باله به. واضحه، واضحه المسائل، واضحه من خلال الخطاب اللي راهم يستعملوا فيه. الناس يريدون الانتقام لانه هما وهما ما راهمش خايفين، هما ما راهمش خايفين من الشعب. شكون الشعب؟ ما راهش كاين تخوف عندهم، ماش خايفين. هراني على الجماعه هذه المافيا تاع السلطه هذه ماهيش خايفه من الشعب، فيهم يشوفوا بلي راه كاين تحركات. على بالهم، على بالهم بكل شيء، على بالهم اكثر منك ومني، على بالهم بكل شيء. عندهم ناس راهم يخدموا في الشرطه، في المخابرات، عندهم تقريرات في كل ربع ساعه قالها وكاين حراك في المكان الفلاني، ها وكذا، راه الناس تراقب، راه تتبع في الوضع. على بالهم بكل شيء، على بالهم بالتفاصيل كلها، على بالهم بها. كاين بعض الاشياء اللي انت راك تشوفها مثلا في القناه الفضائيه، انت تنخدع واش الشيء اللي راه يجري في القناه الفضائيه. قال مثلا قناه فضائيه انت شوفها، انت ما علبكش قداه الناس هذوك راهم يشوفوها. تراك تشوف في قناه فضائيه تقول انت بقناه فضائيه، مع انت باللي راه العالم كامل شافها، وهما راهم يشوفوها ربعه من الناس. هما راهم على بالهم بالاحصائيات الرسميه، عندهم معلومات الرسميه، قال باللي تالي هما ما يروحوا، هما يلجؤوا ويروحوا هما لهذا الاسم، ما على بالهمش، ما عندهم المعلومات الرسميه، وراهم يشوفوا في الامور كما ينبغي. وعلى بالهم راهم رايحين، الشيء اللي هو ذركا راهو عرقل لهم هو المرض تاع بوتفليقه، فهمت، المرض تاع بوتفليقه عرقلوا. معليش، وهاد الجماعه اللي راهم هما كانوا في الجيش من بينهم القايد صالح، هادو هما راهم يشوفوه. باسكو علاش هذاك اسمه الجلطه الدماغيه هذيك اللي جاتو، جاتو على جال خوه. علاش راهم دوك راهم الناس جايبينها خوه 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 خوه؟ الجلطه الدماغيه جاتو على جال خوه. وهما درك هذو كاين منهم، منهم انا مانيش يعني كيما نقول راني ندافع عليهم، والله نحكي لك يعني الامور اللي على بالي بها. منهم اللي هو راهو يشوف فيها باللي مساله نتاع يعني رجله، فهمت، قال السيد نهار اللي كان بصحته كان كذا وقف معاك ورنداك السيرفيس ودار لك وعطاك سكنه وعطاك كذا وكذا، ودوكا كي طاحت به ومنا وداروا له بخوه ومنا، تسمى خيانه، تسمى ما دونك هما مخليين عليه حتى يموت في الحكم، مخليين عليه يموت في الحكم. والله اعلم درك راهم قادرين درك راهم دوك هما مسكرين الطريق، قادرين دوك في اي لحظه قادرين يخرجوا لك خرجه. ولكن تاكد باللي يعني ربي عنده بزاف، ربي عنده بزاف، وواحد ما يقدر يعلم الغيب، ربي سبحانه. هما الانسان يدير حسابه وربي يدير حساب، ماناش عارفين حنا غدوه قادر يصبح لهم بوتفليقه ميت، قادر حاجه، قادر يعني راه كاين صوالح تبقى غيبيه هكا. نعم ايه، قلت لك البارح، معليش باختصار، البارح انا كنت فايت في مستغالين في البور، تبكي تبكي. ايماجيني بلي مصنع بيجو هذا اللي راهم دايرينو، المصنع عاد ما خدموش والسياره تاعها راها كاينه، والوزير يهضر ويقول لك الاستيراد مكاش. غير بغيت نعطيك مثال الاقتصاد كيفاه صراله، يهضر في التيلي ومكاش الاقتصاد وماناش المشكله. سيدي الوطن دخلوا هذو، شكون اللي راه يخدم لهم الملفات القاعديه؟ ياك راهم يفوتوا على الديوان ويفوتوا في السيركيلاسيون باش يحط الدوسي تاعهم. شكون هاد الناس اللي راهم يخدموا لهم فيهم؟ شكون؟ وباي حق تعطي التحكوت تعطي له ربع وزينات؟ باي حق؟ والناس الاخرى ما تعطيهاش وزين، اللي خي جايبه يخدم بدراهمه، باي حق؟ باي حق؟ ولك التعليق. المهم نشكرك على كل حال، وربي يحفظك وربي يخليك، وان شاء الله احنا ليكم فيها الخير يكون ان شاء الله. شوف في هذه المساله هذه، هما راهم كيما خلقوا الخليفه خلقوا ربراب وخلقوا طحكوت وخلقوا فلان وخلقوا فلتان، وقادرين هما كي يحبوا يهبطوه في لحظه يهبطوه، فهمت، غيركم كان عندهم الوسائل لما يحبوا يهبطوا واحد يهبطوه، يدخلوه غير في القضيه هذه نتاع الغرامه هذيك، سلك قدام من مليار
ويكوبيو عليه واسمو قنوات الفضائيه، بحكم انه حنا رانا نحكيو على القنوات الفضائيه، عندهم هما الروبيني، راهو عندهم الروبيني دير له هاك نهار واحد هذاك هشام عبود هذاك واش داروا له، حبسوا له الاشهار، سكروا له الاشهار، راح بدا يعيطوا منا وهام داروا لي وهام داروا لي، ومن بعد راحوا دراهمو، راحوا دراهمو في الجزائر، طلع لفرنسا دار قناه فضائيه. سبحان الله. ما عليش، حنا نتمناو الخير ان شاء الله، وان شاء الله حنا نخلوها عند ربي، لخاش تعيا السلطه تطلع، بصح السلطه تاع رب العالمين ان شاء الله هي اللي ان شاء الله نتمناو يكون الخير من عند رب العالمين وخلاص. ثم واحد ما يلعب، الناس كل تلقى ثم فهمت، ثم صاي من بعد ما كان حتى لعب ثم. مهم، شكرا للاخ ياسين، رانا نزيدو ان شاء الله نتواصلوا مره، ربي نورك وربي يحفظك الاخ ان شاء الله، وربي يكون معك ان شاء الله. شكرا ماشي. شكرا، ربي يعيشك. المهم نشوف كاين، شوفوا ترى هذا ادريس، شوفوا ترى الاخ هذا ادريس، ومن بعد نجي لك الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك ب قال لك الجلطه على جل خور. الاخ محمد شوف نقول لك، هو هذا بوتفليقه، بوتفليقة طلب من الجنرال تاع توفيق على جل باش يديروا تحقيقات حول الفساد. هذا الجنرال توفيق بعث له ملف نتاع فساد نتاع خوه، هذه هي بسلامة، من ثم خلاص دخل البوتفليقة في عالم واحد اخر. من بعد هما استعانوا بالقايد صالح، واستعانوا جاتهم الفرصة هذيك نتاع تيغن تورين، وانو لقاو ناس متورطين، وبالاضافة الى ذاك الموضوع نتاع الجنرال حسن هذاك، وجات الامور تتكركب مع بعضها البعض. المهم هذه القضية نتاع الجلطة الدماغية هذه هي. شوفوا ترى هذا الاخ حكيم، اخ ادريس راني دخلتك، ويبدو هو انه عندك مشكله في الخط نتاعك، عندك مانع. شوفوا ترى هذا الاخ حكيم، اصبر دوك نجي لك الاخ عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ حكيم. صح استاذ صفا، بس لا بس الحمد لله، الله يبارك فيك. توحشناك يا سيدي صافي لونتو. الله يبارك فيك يا خويا، حدثنا واحد المره مانيش عارف وقيله، قلت لي من بوردو والله. هضرنا واش راك الاخ حكيم؟ الله لاباس الحمد لله، سؤال عليكم. لا اليوم نتناقشوا في الموضوع هذا نتاع القنوات الفضائيه، واش تقولنا في الموضوع هذا؟ استاذ انت اضرب بينا، على بالك باللي بوتفليقه كي جا حكم كاع سلطات بين يديه، من بينهم الاعلام. الاعلام الحاجه الاولى اللي حكمها بين يديه هي الاعلام. صح، الاعلام وزاد العداله وزاد الجيش حكم كلش، السلطات التشريعيه والتنفيذيه حكم كلش بين يديه، ورانا نشوفوها حتى البركة. كاين بعض القنوات، كاين بعض القنوات اللي فتحت غير كيما القنوات الخاصه، كل وحده تخدم لاسيادهم. دونك فقط اسمح لي والله، سمعت لك الحديث تاعك الاخير مع السيد المحترم، كانك مازالك في كل مره تولي الانقلاب تاع 92، في كل مره تولي الانقلاب تاع 92 على ما اظن، هكذا ما راحش تقدموا استاذ. ما تقدرش انت تنسى الموضوع هذا. ما قلناش ننساو استاذ، بصح الى شاك فوا نستشفاو في الانقلاب تاع 92 بقاو هكذا، مشيت تستشفى. مشيت تستشفى. دوك انت اسمح لي، شوف اولا القضيه نتاع القنوات كاينه نقطه ربما ما تطرقناش لها، هو انه هذه القنوات الفضائيه الخاصه هذه راها جات بعد ما صارت القضيه هذيك نتاع مصر والجزائر في كره القدم هذيك، بعد الماتش هذاك اللي صار في القاهره، وانه ضربوا نتاعو الفريق الوطني، وكانوا نتاعو الاعلام المصري هذوك استعملوهما
الوسائل نتاع الاعلام الخاصه ابشع استغلال وابشع استعمال ضد يعني الجزائريين، وخاضوا حرب نفسيه والى غير ذلك. النظام بعد يعني بعد ما صرات هذيك الحادثه هذيك، هي صرات في 2009، ومن بعد ما جات هذه القضيه نتاع هروب بن علي، بداو يظهروا في البدايه، بداو يظهروا على الانترنت. انا نشف لهم والله نتاع الشروق هذو، والله كانوا يضحكوا علينا، كانوا يضحكوا علينا. مره داروا ارتيكل قال لك مناضلي اليوتيوب، انا نشف عليها كيما اليوم. صح من بعد هما مشاو، من بعد داروا قنوات فضائيه. المهم هذه فقط كنقطه برك حول القنوات الفضائيه. دوك القضيه هذه نتاع الانقلاب، مرة على مرة تسمع الناس هكذا، خاصة من هذو اللي يدعيوا الديمقراطية ويدعيوا الحقوق الإنسان ويدعيوا الحريات ويدعيوا كذا، يهضروك يقول لك باللي حكم عسكري إيطا ميليتير وبومدين دار وكذا وكذا، في نفس الوقت هما واقفين مع الانقلاب. لماذا؟ لأنهم ضد الإسلاميين. أنت ذركا لما تشوف واحد في 2019 في ظل هذه الثورات الانفتاح اللي راه موجود، للأسف الشديد خرج هذا الأخ حكيم. المهم الأخ حكيم تقدر ترجع، مش مشكلة. تجي تقول لي انت درك باللي واسمه هذا الناس هذو يجي يحكي لكم هذوك على الديمقراطية، تشوف انت واحد كان يسوق للديمقراطية، من بعد تلقاه هو يسند لك في جنرال. أبي راهو كاين انقلاب على إرادة شعبية، راهم ثلاث جبهات، كاين انقلاب وما ما ما نقدروش حنا ننساو هذا الانقلاب. رانا الآن لحد الآن مازال ما خرجناش، هذا بوتفليقة علاش جابوه في تلك المرحلة على جال باش هما يعني يمشيو مرحلة. والآن دوك نعاودو نرجعو للنقطة نتاع البداية، عاودو حنا ما لازمش الإنسان يتخدع بهذه المسائل. شوفوا ترى الأخ هذا أعتقد هو أنه الأخ عبد الرحيم دخلتك قبيل. السلام عليكم أخ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الرحيم دخلت تقبيل ولا لا؟ لا دخلت مي لا كونيكسيون قطعت دونك ما حكيناش كاع. أوكي شكرا بارك الله فيك. دونك كنا نحكوا على القنوات اللي في الجزائر عندهم هدف واحد، وهو جميع القنوات، وهو إظهار صورة مرشح الحكومة الحالية وبيا مرشح العصابة الحالية اللي هي موجودة. هاك فهمتني؟ تما راني هاكا نقول لك هذا الكلام باه نقول لك باللي قال كاع القنوات اللي راها تبث في الجزائر بالنسبة لي ما عندهم حتى مصداقية. والشعب باه تعرف انه اخ نور الدين الشعب راه فايق، مي تلمو عنده مشاكل اجتماعية بزاف، راه لاهي في لقمة العيش تاعه هذا مكان. مي الخوف انا لاني خايف لا الشعب من كثريات اللي راه ماش دايها فيهم كاع. ولكن لما تشوف انت الاخ عبد الرحيم لما تشوف انت دوك مثلا قال النهار في الحديث نتاع الناس كل تسب في النهار، تشوف انت تسمع يقول لك باللي النهار ولكن لما تشوف انت المشاهدات نتاعهم في اليوتيوب او في الفيسبوك تشوف فيهم باللي راه الاغلبيه معهم، الاغلبيه راه معايا انا راه مع النهار. لا نقول لك حاجه، بالنسبه لي انايا انا راني نتفرج في النهار يبقى نضحك عليهم الناس قاع راه تخمم فيما انت درك قال لك مثلا شحال راه عدد الناس اللي راهم يشوفوا فينا، وروح شوف قال مثلا بث نتاع النهار، شوف انت يا قال مثلا انت الفيديوهات اللي راهم يديروا فيهم. من بعد انت وقت تروح تحكي مع واحد يقول لك والله ما شاء الله اخويا راك تتكلم في كلام ما شاء الله، والله غير كاين افكار وكاين منهجيه وكاين كذا وكاين كذا وكاين كذا، ولكن روح شوف راهم يشوفوا فيهم دوكا بالملايين. دوك لو كان هذيك الملايين هذيك اللي راهم درك هما يستخدموا فيها أسوأ استخدام
وكان هذيك الملايين حنا رانا نستخدموا فيها في الاطار تاعها الصحيح نقدروا نغيروا بزاف حوايج على الاقل يعني يكون هناك ضغط. لو كان دوك راهو قال العكس قال دوك حنا راه الملايين راه تشوف فينا وهما راهم يشوفوا فيهم ربعه من الناس هما درك هذوك الناس اللي راهم درك هما يبدوا لهم في الاشهار يبدوا لهم في الاشهار على اساس واش يبدوا لهم في الاشهار لانه هما راهم الناس يتبعوهم كاين مشاهده حنا دوك هاو معاك راهو معاك قلبا وقالبا بصح الريح في الشبك نيشان راني معاك ولكن الناس تتفرج فيهم ما راهاش تتبع فيهم وبيا ما راهاش داكور معاهم دوك هما راهم يقولوا وكان لو كان شفت مع الثمانيه جابوا ديبيوتي تاع فلان راه يقول لهم الاطباء الفرنسيين راهم يقولوا بوتفليقه في صحه جيده دوك انا هذه كيف راك حال راك باغي تدخل الشعب الجزائري باللي بوتفليقه في صحه جيده دركا وكان تشوف النهار راهم يتكلموا عليها إيه هما راهم يستعملوا في هذه الحرب النفسية لأنهم هذوك شوف نقول لك هذو دوك الجماعة اللي راهم يحوسوا هما على السلطة هما راهم يستخدموا في هذه القضية ورقة كورقة من الأوراق تاعهم اللي هي المرض قالوا ودي حنا ماناش ضد بوتفليقة حنا راهو بوتفليقة مريض حتى لما تشوف هكذا تشوف حاجة مسألة منطقية وموضوعية لكن الغرض نتاعهم هو حاجة واحدة أخرى لأنه عارفين باللي لو كان الشعب الجزائري يعرف واش راه المخططات نتاعهم واش راهم يحوسوا يديروا لو كان الشعب الجزائري يرجمهم بالحجار صحيح بوتفليقه راه مريض هذا امر مفروغ منه ولكن يا هل ترى انت راك تريد الخير للجزائر يعني دوك مثلا تروح انت هز مثلا هز بنفليس يعني بالاسماء باش ما نضل دور انا بالنسبه لي منهم هز انت واحد مثلا قال بنفليس بنفليس نهار اللي شعب الجزائري اراد التغيير ما نهضرش على 92 خلينا روح مركي في الحيط مادام راه الناس عندها علاقه بالخوف وبالاسمو حط ال 92 هك حطها حط البرلمان حط الانقلاب حطه اكوتي في 99 مجموعه من المرشحين وكان عندهم قوه ايه وممش ناس نامبورتوكي يعني انا في المنطقة نتاعي انا كنت اول واحد على مستوى الوطني اول واحد اللي بدال التوقيعات لأحمد طالب ابراهيم يعني اللي يملو التوقيعات انا الاول على المستوى الوطني في الوقت هذاك بوتفليقة ما يكزيستيش طول واحد ما هو هادر عليه هادرين غير على حمروش ولا أحمد طالب ابراهيمي ما كناش نعرفوه ومن بعد ثم يلا نوضوها كما راهم دوك منوضينها لغديري شكون اللي وقف معاه بنفليس وشكون اللي جابوه الجهاز تاع المخابرات لانه جابوه من قبل كان وزير وفيما بعد راح حتى شارك مع واسمو الجماعه دوك تاع لايس في الحوارات صار لك هو فيما بعد رئيس الديوان تاعه مدير الحملة الانتخابية تاع بوتفليقة ومن بعد خلينا سيدي قال ودي غلط فهمت قال تسرى قال واحد قال مثلا أنا غلطوني جماعة والله ودي مشيت معهم أنا في الوقت هذاك قال ما كانتش أنا الأمور عندي واضحة ولكن بعد ما أنا مارست السلطة وكنت معاه وكذا وكذا صار عندي فهم كبير يعني بالمعضلة وكذا وقال من بعد وش ولا رئيس حكومة أنا اللي راني نهضر معاك اليوم عندي 18 سنة تعرف شو 18 سنة هذا بنفليس كان رئيس حكومة منعنا من النشاط السياسي ومن بعد قال له روح سيدي ماكش انت بوتفليقة هو اللي كان صاحب القرار والجماعة نتاع المخابرات هما اللي كانوا أصحاب القرار في تلك المرحلة وما خلوناش ننشطوا أوكي وأنا سامح لك مش مشكلة ما عندي حتى مشكلة ترشحت في 2004
من 2004 ل 2014 شحال كاين نعم 10 سنين ما شفناش 10 سنوات انت وين كنت في 10 سنين ما شفناش ما شفناش كاع خلاص قال مثلا قام بنشاط سياسي او قام بمهرجان او قام كذا ما كان والو 10 سنوات على بالناس ما الا كان في الجزائر ولا في الخارج نزيد نقولها لك نحكيها على المباشر والناس تسمع تعرف شكون اللي عطاني الهاتف نتاعو شكون اعطاه لي علي الزاوي علي الزاوي اللي كان كان هذاك علي الزاوي داك الصعلوك هذاك اللي راهو هذاك عطاه لي علي الزاوي تخيل انت علي الزاوي دايرو ثم معاه ومقربوا ليه علي الزاوي عطاه لي التليفون تاع علي بفليس علي الزاوي اللي كان عامل تاع المخابرات ايه حاولت مع محمد تملت هذاك الله يرحمه فهمت حاولت معاه كان هو قريب ليه ويكتب له وكذا وكذا حاولت معاه التليفون تاعو ما حبش يعطيه لي وعطاني واسمه الايميل تاعو بعث له رساله وعيط لي هو عيط لي هذا بنفليس عيط لي بالهاتف عيط له انا الهاتف تاعي في الايميل عيط لي هو هضر معايا خاطر كتبت عليه واحد المقال هكذا والله وغاضوا الحال غاضوا الحال وكذا تخيل انت هذا علي الزاوي من بعد شفت التهديدات اللي راك شفتها راها منشوره في اليوتيوب والله سمعتها في التليفون تاعك سمعتها ومن بعد دركا زاد مشى في 2014 واش دار على بالك باللي كاينين ناس خرجوهم من الخدمه نتاعهم كاينين الناس اللي هما قصاوهم كاينين اللي كذا واش دار ما كان والو درك هذا واش داير شوف ترى الجماعه اللي راهم دايرين معاه ما دار والو وزيدك حاجه ما تكلمتش عليها عبد العزيز هذاك بالعيد هذاك كان في الجماعه نتاع الطلبه هذاك روح سقسي واسمه هذاك كريم مولاي او كان معاه تاع مخابرات كان يخدم معاهم سقسي كريم مولاي اللي كيعطيك التفاصيل تاعو ومن بعد هذا واش اسمه هذا غديري. اللي منظر كدار وهذا اسمه جنرال غديري هذا علي الغديري انت في راسك برك في راسك انسان عمره ولا ناضل عمره ولا ناضل يوم في السياسه يخرج لك طف قنوات كل تهضر عليه صحف كل تهضر عليه ويقف معاه هذا واسمه هذا مقرن ايت العربي اللي كان يدير في الدروس وفي المحاضرات على حقوق الانسان واسمه ويظلوا نهار كامل هما عقبهم مدين وعقب كذا وهذيك زبيده عسول وهذيك زبيده عسول كانت قاضيه في التسعينات لما كانوا يهزوا في الناس ويعدموا فيهم في المحاكم الخاصه وكانوا كذا من بعد دركا هذو كانوا هما هذو شوف نقول لك هم اعداء الديمقراطيه وهم اعداء حقوق الانسان وهم اعداء الحريه ولكن للاسف الشديد ما لقاوش الوعي الكامل على جال باش الناس تفيق للمخططات نتاعهم هادو جماعه نتاع الديراس حوسوا يعاودوا يرجعوا بطريقه واحده تاع اخرى هذوك الناس اللي خسروا المقاعد نتاعهم وكذا حوسوا يعاودوا يرجعوا بطريقه واحده اخرى هذه زبيده عسول جماعه داوهم العين مقل وداوهم الواد الناموس وداوهم الورقله وداوهم كذا وهي راحت جماعه نجحوا في البرلمان داوهم المعتقلات وداوهم كذا ومازال منهم اللي مات مازال من اللي تعوق مازال كذا مازالهم الناس الى اليوم راهم لاجئين وراهم كذا تعشلك هي دركا في المجلس هذاك اللي داروه مجلس الانتقال اللي داروه اعضاء تاعهم اغلبهم كلهم نتاع مخابرات ومن بعد تخرج لك درك هما المواطنه سي محمد مواطنه وهذا مقرر الايت العربي يعشيو لك درك هما واقفين معاه ومن بعد يجي يقول لك انت ما تهضرش على التسعينات شو ما تهضرش على التسعينات التسعينات انا ننساها ما ننساهاش لحتى نخبط راسي في القبر اذا كان كنت سمحت في الدماء انا ما نسمحش فيها سمح لي بين نعرف رايي اسمح لي سي نور الدين الناس نعرفهم معرفه شخصيه ماتوا قتلوا الله يرحمهم نعرف ناس اللي اختطفوا نعرفهم معرفه شخصيه ما ننساش وما نسمحش في الدماء نتاعهم تحبون تصالحوا اوكي رانا قلناها
مصالحه حقيقيه بصح باش تجي انت تخدعني خدعتونا في التسعين ما تزيدوش تعاودوا تخدعونا. ولكن في رايك سي نور الدين بعض البقري اللي راهم درك هما من بعض اسمه ما نضرش نقول فيه كلام كبير ممكن بصح باش تجي انا تستعملني باي طريقه ما تستعملني لا بالديمقراطيه ولا بالاسلام ولا والله وتخرجي يدك بيضاء والله ما نامن فيك ما على باليش فيك. ولكن في رايك عندي سؤال سي نور الدين تحاوروا ارواح تناقشوا تحاوروا ونروحوا نمشيوا للتغيير حقيقي اما باش تجي انت تخدعني وتوسيني ما تخدعني ما تلعب بيا يا استاذ خبابة. عندي سؤال ولا حبيت نعرف رايك في هادو مترشحين اللي انا نشوفوا فيهم هل كاين واحد اللي يصلح لمرحله انتقاليه؟ كاينين المرشحين ثاني اسماء ما كانش هذوك مرشحين على ناس فيهم تسميهمش هذوك مرشحين. شوف المرشح هو الانسان اللي راهو درك هو جمع التوقيعات نتاعو دار ملف وراهو هو فات في المجلس الدستوري هذاك هو المرشح. لحد الان ما كان حتى واحد مرشح عندهم رغبه نتاع الترشح راهم عنده رغبه يروح واحد راهو يتبهل هذا راه شنك تسميه انت مرشح ماهوش مرشحين هذو. المرشح هو اللي يفوت في المجلس الدستوري نهار اللي يفوت في المجلس الدستوري وريهم لي نجيبوهم واحد بواحد ندرسوا الملف نتاعهم ونقول لك شكون هذا اللي راهو يقدر. لحد الان شخصيات اللي هما قادرين يلعبوا دور هما الناس اللي عندهم مواقف ثابته ما تقدرش انت تراهن لي على واحد انت عنده باش في الفيسبوك انت تجي ديروا لي انت واحد اللي راهو عنده مواقف ثابته من الازمه عنده اطلاع بالتاريخ عنده اطلاع بالتحولات الاقليميه والدوليه عنده فهم كذا عنده رؤيه بعيده عنده استشراف عنده كذا هذا انت تجي انت تناقشه والله تجي انت تدير عليه. انت انسان عاجز عن التعبير يسرق في افكار من الفيسبوك ويسرق في 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 مصطلحات وفي شعارات خاطئه والله يجي انت تتبعه ويجي انت هو انه يغني لي انا يقول لي انا يحكي لي على الديمقراطيه ويحكي لي على كذا وكذا فهمت. ها قال لك الناس حكي على ما حكيناش حنا على الاخر انا منذ سنوات احنا نحكيوا على جمهوريه جديده ولا حرف ما كانش تعرف شو حرف ما كان كتاب كتبته عامين غير الكتابه نتاعو برك عامين والخدمه نتاعو اكثر من 10 سنوات احنا يعني تسمى الانسان يجمع في المعلومات وفي كذا وفي كذا من بعد تروح انت يا لندن في المقر نتاع غادي نتاع المغاربيه في المقر نتاعها تلاقى مع عبد الله انس هذا نحكيه معاه في الموضوع روح مركي في الحيط ومن بعد يروح يجيب لك هو واحد من ورقلا ومن الغواط وهم داروا راه متحيرين على الشعب تجي انا نثق فيك ما نثقش فيك شفت بعيني انسان اللي شاف بعينه واللي جرب ماشي كيما الانسان اللي يسمع. ان شاء الله ما يكون الخير في هذه البلاد. تسمح لي جست نخرج عن الموضوع حبيت قبل ما نقطع نعرف ايه رايك في محلل اللي راه كل يوم نشوفوه في المغاربيه وهو الناس قاعده تعرفه هو استاذ زيطوط واش رايك فيه قضيه هو انه قال مثلا راهو انسان وطني والله انسان راهو قال مثلا يحب البلاد والله امر ما نتناقشوش فيه هذا كثير من المعلومات عنده خاطئه حتى انه مرات يمارس التضليل فهمت غير المقبل برك كنت نسمع فيه في بعض المعلومات التاريخيه التضليل يعني عيني عينك فهمت هذا نتبالي عدو على حسب رايي عدو الفصاحه اللغويه اللي راه عدو راه يضلل فيها الناس انت انسان دوك افورس هو الانسان كل يوم راه يتكلم في القنوات وكل يوم اسمه تولي عنده سلاسه في التعبير هذيك ولكن هذا لا ليس دليل واحد دوك انت راهو يتكلم ها هو ذاك بن سدير راهو يتكلم اكثر منه هذاك ولكن شوف المعلومات اللي راه يمد فيها اسكو معلومات صحيحه ولا غلطه هو جنرال واسمه القايد صالح هم اقالوه اتحدى روح مركي في الحيط ها هم بوتفليقه راهم قرروا باللي خلاص والمرشح هو ويحيى
ومن بعد اتحدى بوتفليقه دوكا راهو هو العهده الخامسه واحد ما ينحيها له. لا بس لا بالنسبه لي ماشي في عقله انا. لا 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 شي قضيه هما كاينين الناس اللي هما دوك مثلا يعطيوهم معلومات، وكاين مرات هو انه الانسان يزيد من راسه، وكاين مرات يعطيك واحد معلومات لو كان ما تعرفش انت تتعامل معها مثل الفخ. نعطيك مثال، مره كاين واحد رئيس حزب اتصل بيا، قاعد نحكي انا وياه هكذا، من بعد قال لي نعطيك معلومه، قال لي باللي راه من اليوم راحوا باش يديروا تسجيل مع بوتفليقه، تسجيل بالفيديو، قال لي تقريبا وقيل 10 ساعات هما يحاولوا معاه على جال باش ينحيوا منه تصريح، على جال باش يديروه في القناه في التلفزه ويقولوا باللي خلاص راه مش قادر يترشح قبل الانتخابات تاع 2014. وانا كنت متاكد باللي الشخص هذاك عنده علاقه بالجهاز تاع المخابرات، يعني متاكد 4000 في الساعه. قلت انا لربما راهو قال مثلا حبوا يمروا رساله ويحوسوا هو انه هذيك الرساله تجي من عند ناس، الخطر لما يجيبها واحد مش معروف والله يجيبها هكذا الناس ما تاخذهاش مأخذ الجد، لكن لما يشوفوا واحد هكذا قال مثلا راهو عنده سنوات وهو يناضل وهكذا ممكن يفوتوها عن طريق اسمه. انا كي عطاني المعلومه تناولتها، بصح تناولتها بحذر، فهمت؟ وفعلا المعلومه هي كانت الى حد ما صحيحه، بصح ما كانتش عنده هو دقيقه، هو زاد فيها شويه، كي عطاها لي انا عطاها لي ماشي غلطه بصح ملغمه زايده. يعني لو كان نقولوا مثلا انا جزمت وقال باللي كذا وباللي كذا كنت خرج راسي في الحيط. وهو دوك مثلا هذا بن زديره كي جبت لي نتاع الموضوع، هما يبعثوا له معلومات هو ولا غيره. دوك انت اذا عرفت تتعامل انت مع المعلومات هذيك اللي تجيك، بصح انت لما تنشر انت الصور ولما انت تدير كذا وتقول خلاص وباللي يرحم والديك، انت هذا واحد في راسه يقول لك باللي اللي واسمه اقالوا لقيت صالح، واللي اقالوا هو اللي بعث لي الوزم. وشكون هو اللي سعيد بوتفليقه؟ شكون اللي قالوا تما سعيد بوتفليقه؟ سعيد بوتفليقه شكون اللي قالوا تما سعيد اقالوا؟ سعيد هو اللي سعيد بوتفليقه ولا شكون؟ وسعيد بوتفليقه هو اللي راهو يحكم. واتحداك هو انك تعطيني انت وثيقه باللي راهو عندك انت يا تكليف من رئاسه الجمهوريه وباللي كذا. هو ذا سعيد بوتفليقه، شوف هذا سعيد بوتفليقه راهو هو دركا على بالو بهم، ساعه على ساعه يسر بيه معلومات، شويه الهشام عبود، شويه السعيد بن زديره، شويه الامير دي زاد عن طريق هشام عبود، شويه ذاك عن طريق ذاك، شويه هكذا، وقاعد هو راهو قاعد بالتليكوموند كيما تاع البلاي ستيشن هذيك، دور القصعه منا، والجماعه راهو شنو هو راهو داير الاخر تاعو، الجماعه هذو اللي لحقوا التوفيق فهمت، لحقوا التوفيق اللي كان داير روحو رب الجزائر، والجماعه نتاعو شنو قادرين، هذا رب الجزائر هبطوه، رب الجزائر هبطوه، رب الجزائر ما بالك بنت بكلاب الجزائر، فهمت؟ هذا نعم. ربهم هبطوه. للاسف. نشكرك استاذ خبابه، ربي يبارك فيك الاخ الكريم، شكرا للاخ عبد الرحيم. اخ طاهر اعتقد انت وقع دوك بالك لعاب تطلع. الاخ حكيم يبدو انه عندك مشكله في الخط، هاني طلعتك الاخ طاهر، تفضل مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مسك شويه راه تكبت لك بين الخط قبيله راه تكبت لي الخط. عندك ضعف في الخط.
والله يا اخ نور الدين، لا هي نرجع للعبه، اللعبه السياسيه كيف في الجزائر تاعنا راهي متحكم بايادي خارجيه. فيه فيه وفيه الاخطاء راهو عندك مشكله في الخط تاعك، يبدو هو انه عنده مشكله في الخط تاعو. المهم معذرة الاخ، شوفوا ترى الاخ هذا حسن، اخ حسن والله محمد حسن، راهو عندك بلوكاج في الخط تاعك. شفت ترى المهم ان شاء الله نحاول نختم هذا اللقاء. راني طلعتك الاخ الطاهر، عندك ضعف في الخط من عندك، ما عندي ما ندير لك، انا ماذا بيا. الاخ هذا اللي دخلتك راهو يقول لي بلي الهاتف نتاعك فيه بزاف واسمو حس بزاف الهاتف نتاعك. هاني عاود طلعتك الاخ الطاهر، واتمنى هو انه راهو الخط تاعك صحيح الجد باش نختموا البرامج. المهم الاخ اللي قبل دخلت معايا حكيم وانقطع الخط، بامكانك هو انه تعاود تتصل بيا و الجد باش نطلع. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عاود ترجع راه كاين مشكل مانيش فاهم، وانا راه قاعد يتكوبا مانيش فاهم. خط يعني والله يا عم نور الدين، نور الدين هي كاينه. شوف نحن هنا تسمع فيا. تسمع فيا مليح هكذا يعني، ساعات تجي الكلمة ساعات تروح ساعات. ما فهمتش. حاولوا انك تكون في مكان تكون فيه لا كونيكسيون مليحة، واذا راهو عندك صفحات اغلقهم. إذا عندك رام عدة صفحات، رام عندك عدة صفحات في الفيسبوك أغلقهم، خلي غير فقط الصفحة اللي راك تكلم منها. لا لا نغلقهم، خلي غير الصفحة تاعك. يبصح في الهاتف. إيه يعني ندخل غير الصفحة تاعك، بس كنا غلقوا الفيسبوك. في الهاتف مش كيما في الكمبيوتر. في الكمبيوتر هاك تتوله. تلقى روحك مثلا راك بالمتصفح هذاك راك فاتح عده صفحات، بالهاتف ما تفيقش. هاي كاينه خاصيه تقدر من خلالها هو انه تتعرف باللي تلقى باللي راه عده صفحات اغلقهم، لانه ما راهم كلهم كونيكتين. اكيد هاك تسمع فيا مليح. ها تفضل. قلتك والله يا عمي استاذ سعيد ونور الدين، هو راهي كاينه حاجه قضيه بن زديره وهالامور هذو كل هذم، والله ناس قاعده تطبل في طبول فارغه يعني. في حقيقه الامر سياسه بلادنا يعني حتى نرجعوا التاريخيين، هي محكومه بعوامل خارجيه. كاينه دول هي اللي تتحكم في الجزائر وفي سياسه الجزائر الداخل. اما هي نكونوا نحن مثلا نقولوا نحن راهي الحكومه والدوله، وراه لازم نعيشوا حقيقه الواقع. اكتشف لي مصاري في فنزويلا، امريكا حاب تقيم القيم على فنزويلا على الشعب دولة ديمقراطية، والشعب ضد امريكا وضد مصالح امريكا وضد مصالح الاتحاد الاوروبي وضد يعني. حتى لو كانت رجعت تلقاها عندها عوامل شوية خارجية يعني اكيد. اما نحن باش نقولوا نحتاجوا رئيس بعد بوتفليقة ولا من نحتاج، والله يروح الحاج موسى يجيك موسى الحاش، يروح بوتفليقة. انا كونتر بوتفليقة، ومن نهار الجزائر هي في غير في الخلاء، ما شفنا حتى خير. هذه الحاجه النقطه الاولى باش نركز عليها بزاف. يروح الحاج موسى، يجيك الحاج موسى. دوك الشعب اذا كنا نحن نحبوا تغيير البلاد ونحبوا مصالح البلاد، عندنا تجربه وحيده اذا كان نحب نخذوها بعين الاعتبار، هي التجربه التركيه. كيفاش جاء أردوغان وكيفاش طلع من الحكم وكيفاش داروا عليه الانقلاب وكيفاش قامت القيامة تاع الشعب ضد الدبابات العسكرية، وكيفاش ماتوا عندهم الناس. خويا يقول لك راهي ما كانش منها اللعبة السياسية تاع أردوغان، ما كانش منها باش الشعب يخرجك على واحد ما عنده حتى شعبية. ولكن الأخ الكريم خلينا مع الموضوع تاع القنوات الفضائية باش ما نروحوش نسبحوا بعيد، خلينا مع الموضوع.
اكيد هو دوك نرجع للموضوع، هي قنوات، القنواتنا كل سوى الخاصه سوى العامه سوى واش تكون حتى المرئيه ولا المسموعه ولا اي حاجه، هي كلها تحت يد المخابرات، تحت يد المخابرات، وعندهم مجال محدود في انتقاد السلطه، ما يقدرش انه كاين عندك دي ميتي باش تفوت تنتقد به السلطه اكثر من ذلك، تنتقد السلطه اكثر من الشيء اللي راه يعطوها له، راه اكيد باللي يغلقوها كانت الوطن جوكروا كيما هذيك اللي قفلوها، هذيك كانت تنتقد في يعني السلطه بطريقه لاذعه وبطريقه يعني بادله ويعني تجي في امور كبيره. درك ما كاين تهضر على نتاع الاطلس، اطلس ولا الوطن؟ الوطن، الوطن جوكروا هكا. اه اوكي، وطن هذيك يا جماعه نتاع حمص هذوك. كيف؟ تاع حمص. مهم تاع حمص، ولكن المهم كان تجيب شيء كبير بالحقيقه، يعني اللي قال لك يعرف الحق بالرجال ولا الرجال بالحق، نحن حتى لو كان ذوك الواحد يجيب لك حقيقه، يجيب لك حقيقه ويجيب لك وضع. لا غير قلت لك برك، يعني قلت لك ما تقدوش ما تقدوش، انا راني ضد حماس وضدهم كل، يعني هم كل قاعد يزمروا هكذا، كل قاعد يتبعوا في زو يطبلوا في طوب، الناس كل تجي على مصالحها، سوى حمص ولا سوى الارندي ولا سوى من كان، يعني الاحزاب هذه الارنب هذه كلها راهي ما عندها حتى جدوى في المجتمع. احنا القنوات هذه خاصك شفتيها درك، واش تجيبنا نحن؟ واش تجيب في القنوات درك؟ يعني انا نشوفوها النهار والشروق واش تجيب؟ راهي تجيب غير في شيء اللي ينحل المجتمع، جيبنا في المخنثين وجيبنا في مغنيين تاع ملاهي ويرضهم دي شونتير، ويجيك الانتخابات ويجيب لك وزير ويقول لك ها واش دير وراه وخرج ودار زياره ميدانيه. نعم. طاح في الخط نتاعو. معذره، المهم الاخوه وخرج. شوف ترى كاين اخ ولا شوفوا ترى الاخ حكيم هذا. نزيدو نعطيو له اخ حكيم، راني دخلتك، يبدو انه عندك مشكله في الخط تاعك. شوفوا ترى مع الاخ محمود هذا ونختموا البرنامج. شوفوا السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. اش راك استاذ؟ صافا لاباس؟ الله يبارك فيك الاخ محمود. محمد من فرنسا. مرحبا بك الاخ محمد. واش راك صافا يا اخي؟ الحمد لله. الموضوع هي القنوات الفضائيه والانتخابات. نعم. القنوات الفضائيه على بالنا بلي هي عندها دور، عندها بزاف دور، عندها دور ثقافي، دور سياسي، وعلاش دوك التلفازه راهي تلحق حتى البيوت تاع الناس. نعم. ودوكا في المجال، لكن نهضروا دوكا في المجال، عندها مجال تربوي بزاف، عندها بزاف مجالات كيما دوكا المجال الثقافي والتربوي. راهي فرنسا هي اللي راهي تضغط على القنوات تاعنا باش يديروا حصص ولا ديك ديمقراطيه ولا تاع باش الحريه تاع النساء. امين داك يجوزوا في القنوات برامج تاع فرنسا يديروهم بكتر جامعه، وهي نفس البرامج. ومن جهة الانتخابات عندنا دوكا كل قناة شغل ماشي ما عندهاش ديمقراطية، كل قناة قال دوكا كيما النهار راهي مع بوتفليقة، دوكا كيما الشروق راهي مع غديري. كاين دوكا قنوات ماشي ما عندهاش ماشي موضوعية ولا فيهاش كيما نقولوا ما عندهاش الحرية. تبع تغلط ظل الناس، قال هذا منا كيما هذوك تاع المترشحين هذوك، المضحك هذوك المسرحيه اللي واحد يقول لك انا نخدم طياره بالتراب، هذوك الاعلام كاع باش يظلم في الناس. عطاو لهم قيمه، قيموه يروحوا يخرجوا لي مترشح لي يدخل لي يخرج من تماك، تجي قناه هذيك تهضر معاه باش يزيدوا يضلوا الراي العام تاع هذه، ويقول لك هاو كاين غير زوج ولا ثلاثه. قنوات عندها دور، وكما قلت انت في الحصه تاعك قناه تقدر تطلع الشخص وتهبطه كيما تحب. دوك قنوات راهي تستعمل هكذايا، ما عندهاش حريه. راك تشوف فيهم غير برك واسمو كمثال برك هذا عدلان ملاح، هذا كي يخرج يولي بطل،
بطل وهم يجيبوا فيه وهو يهدر وها وكذا وها وكذا وكذا، هو يدخل هو دار يضرب على الطعام، هو اللي يلقف راه مكفنينه او مريحه، راهو في الساعه الاخيره نتاعو، نطلبوا من المنظمات الدوليه باش تحرك، نطلبوا كذا، نطلبوا الشرفاء قبل ما تصير ثاقه. هو يخرج، هو يخرج بطل، فهم يخرج صحيح لاباس عليه، يمشي يهدر ويدير في المباشر، ما واسمو التضليل على بالك، التضليل وانا للاسف الشديد كثير من الناس اللي مسيطر عليهم العاطفه، العاطفه هذه يا استاذ، لا العاطفه لا هلكتنا دوك كيما هذه تاع قضيه عدله، ما كان حتى واحد يسناها، ما انا اصلا شخصيه ما كنتش نسناها باللي مر غير يخرج من الحبس حتلقاه مع غديري ويعرضو بعدك. الاولى يبدا تشوف، نقول لك شكون اللي كان يخرج في هذوك المعلومات، كانوا يخرجوا في معلومات، كانوا في البدايه كانوا يعطيهم لبعض الصفحات هكذا، ومن بعد يسربيو لهم هذاك شويه البن صديره وشويه المحمد الوالي هذاك اللي هو مات ثاني في ظروف غامضه شويه، او هذو الناس اللي راهم كانوا دوك هما مع هذا يبعثوا له في صور وفي كذا، راهو معك الجيش، فهمت؟ هذاك اللي مسمي روحه امير دلال، اللي ما فاقش ما عندوش الراس، الراس تاعو مش خدم، وش علاقته هو بالجيش هذا حتى يبعثوا له تاع الجيش، وراهم تاع الجيش راهم ناقمين، وراهم ضد البوفوار، وراهم ضد النظام، وراهم كذا وراهم كذا وراهم كذا، ينفخوه حتى الصفحه نتاعو، ومن بعد قال ها هو عنده معلومات وها وكذا وها وكذا. شكون هذو هما بالذات المجموعه هذو دوك؟ هاو خرج غديري، كي خرج غديري صاي تسمى دوك، غير الانسان اللي ما فاقش هذا الراس تاعو مش يتحرك، عندهم معلومات يبعثوا مجموعه هكذا، معلومات منا ومعلومات منا، وكاينين بعض الناس اللي هما راهم دايرين رواحهم معارضين، يا يخدموا معاهم، خدموا معاهم، قالوا راه حركه، اسمع قال راه كاينه حركه وهذو راهم معاولين يديروا انقلاب وحنا وكذا، وتحدث من الجزائر، تحدث من الجزائر مثاك انا مع واحد معارض، وهم قال جماعه هم دوكا مخرجوهم على شكل انهم راه الدنيا وراهو فساد وراهو كذا، خرجوا باش يلعبوا رول دور تاع معارضين وتاع لاجئين وتاع، هما كلهم من مثرد واحد كلهم، خطر علاه الناس المعارضين الحقيقيين ما يدوروش بهم، ما يدوروش بهم نهائيا، خطر عارفينهم على بالهم كما في الحكومه استاذ، ما يحبوش الرجال باعثين لهم ملفات وكذا كلهم، وراهم يحركوا في جماعه نتاع الماك، ويحوسوا دوكا من خلال منطقه القبائل على جلب باش يستعملوها كضغط، وراهم كاينين الناس اللي راهم قادرين حتى يروحوا الانقلاب، وقادرين يروحوا حتى للسلاح، فهمت؟ المهم كله حول السلطه، لانه السلطه الاعلام يخضع لها، والمال يخضع لها، والقضاء يخضع لها، وكل شيء، ومن بعد ما يقعدوا يستربيو، وقاعدين شعارات هذيك نتاع الدوله المدنيه والديمقراطيه والجمهوريه والبسباس والزعفران لا المشكل استاذ، قال زعما واحد عنده موقف كل واحد حريه، قال زعما هذا يتبع بوتفليقه، المشكل يمشوا مع الواقف، كيما هذا مثال هشام عبود، انا كنت نتبعو شويه هكذا، شوف انا نتبع باش نشوف العقليه كيف هي، مشو كان مع قالك سعد بوتفليقه، جاب لي حب، جاب لي طياره وهذا وبدنا، وبعد تشوف دوكا يمشوا مع كي شافوا بلي كاين غديري وكاين بلي صح معارضه شبه معارضه ومنا، راهم يمشوا مع الواقف، جا هذاك راهم كاين الناس اللي راهم، شوف قلت لك هما راهم كاين اللي عندهم صحف يمشيو بالاشهار، لما يحلوا له الروبيني ولما يسكروه له بسلامة بالعافية، بالتالي هما بتشين كان معاه ودار عليه، الناس ما يثقوش فيه، كاين جماعة اللي في الجيش ما يثقوش فيه، بتشين دار عليه، هكا هكا دوكا هكا، عنده عناوين تاع جرائد وسكروهم له وكذا
سمعتو سمعتو خطره كان يهضر على هذه، كان واقف قصر ما واحد يسقسيه برك، فهمت شو يسقسيه الاسئله الحقيقيه. قال انت دوك عندك صحيفه في فرنسا كنت حلها، اعطيني شحال من سحبت صفحه النسخه، اعطيني اعطيني دليل باللي راك انت سحبت كذا نسخه. عندك تيتر، تيتر هو عنده صحيفه، تيتر هو عنده موقع، تيتر هو عنده كذا قناه، اعطيني الناس اللي راهم يشاهدوا فيك، اعطيني كذا اعطيني كذا اعطيني كذا. ما كاينش الناس اللي راهم درك هما يسمو، وكاينين الناس اللي هما مرتزقه، مرتزقه يعني باتم معنى الكلمه، كاينين الناس اللي هما هكا مرتزقه، المهم هو يدي ياخذ الدراهم ولكن ما يهموش في البلاد وين راه رايحه تروح، ما يهموش. بالتالي لازم الانسان هو انه يتعامل بحذر، لازمش الانسان هما يخدعوا. قال وثن هذا خطر، كاينين بعض من الناس لما يشوف واحد قال مثلا يسب في النظام، والله انت راك ناقم على النظام، عندك اوضاع عندك ظروف عندك كذا، ولكن مش تشوف انت واحد راه يسب في النظام تعتقد من انه راه معارض ولا راه كذا، فهمت؟ ما لازمش تشوف انت الامور هذه، شوف اذا كان راهو على الحق ولا راهو على الباطل. لما راهو دوك هو على الحق، كون جا انسان برك شوف، كون جاوا هاد الناس هذو راهم يقولوا مثلا هما يحوسوا عليها، المفترض هو انه نهار ظهر بوتفليقه تروح تختفي، ما زيدش تبان، كان جيت تحشم وجيت، لكن ما على بالوش، ما على بالوش، ها هو نكاز، ها مضربوه، ها مدارولي، ودوك نروح ندير لكم، ودوك نروح للامم المتحده ونوريكم، ودوك نطلعكم، ودوك من بعد استقبلوه في المطار وها معطاو له، واخويا والله سي جونتي والله مليحه الحاجه لاباس صافا الحمد لله، روحي بسم الله بسم الله بسم الله حاجه بسم الله منه منه منه. أو والله غير شوف يا استاذ هذه قضيه، حكموني هم حكموني في المطار، هم ما خلونيش ندخل، ها كذا هاني دخلت في المطار، هانا نشربوا في قهوه، والله رانا دايرين بيتزا، هانا فينا دي الصنوبر، والله رانا ما شاء الله والله لاباس هاكم تشوفوا لاباس ما شاء الله، خلونا ما خلوناش ما خلونا ما خلوناش الحاجه ما شاء الله، ما خلونا ما خلوناش صح شتشت. لا انا والله استاذ حاجه اللي نكاز ما فهمتش الناس اللي ما فهموهاش، ما بون بالك ما 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 نقولش كاع مانيش نتهم في الناس ولا هي كي تولى هي يقول لك منين واحد يعرف التاريخ تاع الشخص، علاش كل واحد عنده مبادئ. انا كي خطاك نحوس على نكاز، كان يترشح رئاسيه تاع فرنسا، حايط هذيك الحاشيه هذيك تاع في الدرابو روج بلون بلو هذيك تاع علام تاع فرنسا، كان حايطها في صدرو ويدور وكان يرشح روحه، ومن بعد كي شاب ليه ما كتبتلوش ما صدقتلوش، دورها الجزائر قالوا له الجنسيه ناحيه الجنسيه، قالوا له مرتك اجنبيه، قال لك خلاص انا درت فاتحه تسمى دوك الوطنيه ولات لعبه ولات الناس شغل. قال يا ودي تبع فراح شوف كيف هذه انت شوف هذه شوف نقول لك هذه تقولها في فرنسا، تقول مثلا في فرنسا تقول لواحد باللي انا راني مانيش راني مزوج بصح مانيش عاقد، فهمت؟ هذه تقولها في فرنسا، في فرنسا سا باس كيما قالهاش الجوري، تقولها انت في فرنسا، تقولها في الجزائر انت تقول دوك نتاع المجلس الدستوري تقول لهم باللي انا راني مزوج بصح راني بالفاتحه ما عنديش ما عنديش العقد، ما عندكمش دليل باللي انا راني ماني راني مزوج. سيدي يقول لك باللي عندها معاها طفل واسمه واسمه الكسندر ولا ما عارف ولا عنده واحد الاسم هكذا، فهمت؟ ومعروف قال له راه كاينين فطوات، انا عندي فطوات كنت نشوفهم تهرب بنو يا ودي كارثه، عندي فطوات تشوفهم راهو في الماريكان تشوف فطوات تهرب، فهمت؟ عريان مع ناس هكذا وفي واحد الصور خليها على الله برك. ومن بعد تجي انت يا قال واسمه المراه نتاعو هذه ماهيش امريكانيه، ام بزاف ناس اللي راهم دايرينها ماهيش امريكانيه، عندها جنسيه امريكيه وعندها جنسيه واحد اخرى، لا هذه ما نعرفهاش ماهيش امريكانيه تخدم في اصلها امريكا، وهي اللي درت له درت له درت له علاقات، هي تخدم في شركه نتاع ميديا واسمه يستعملوا كيما نقولوا راهو الصوت تاعو يرجع لي الو
راني الان نسمع فيك. تخدم في واحد الشركه تاع ميديا هكذا، وكانوا هما في وقت من الاوقات هكذاك تسمى هي كما نقولوا بعض الناس هكذا رؤساء تاع شركات، والله هي تدربهم، هو راهو مدرب. فهمت. راهو مدرب. هي المعلم نتاعو. دونك انت لما تشوف انت في الدستور لما راهم هما داروا الماده هذه ما تجيش تقول لي انت يا باللي هذا غدوه تحكم التليكوموند. ها 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 بداش كي تشوفوا بك يهضر وانا فاش لي تغيدني شغل هو عنده شغل كي تشوفوا في الفيسبوك مع الشعب شغل تحس بلي راه يتمسخر بهم صح ما يبينش شغل هذاك تاع واش راك صافا انا هذيك معناتها راه يتمسخر بهم باسكو كاين الناس والله مساكن ما عندهمش ما يعرفوش اي راه غير هذوك الفيلاج هذوك والناس قاعده تروح له وهو زعما يبين روحو بلي انا متواضع هو كي تشوفوا في الصح كيتفاهموا في صح بلي راهو يتمسخر يتواضع هو يروح مع هذيك البلاصه ينساها ما على بالوش كاع ويقول لك انا ليسونسيال حد قدامي 20 عبد يشوفوهم الناس في التصاور قابل لي راني هنايا اوف كاين عفايس امور لو شهاده تاع استيس. المهم شوف نقول لك حنا بحكم هو انه رانا نحكيو على القنوات الفضائيه هو تسمى راهو عنده تكوين دايرت له هي تكوين عطيت له دي كونسين وكذا. شوف فرق بين هو انه لما يكون يصور في روحه وبين لما يصوروه. شوف لما يكون يصور في روحه راهو هز التليفون وراهو يمد في الضحكه الصفراء هذه وجد روحه بمجرد هو انه يشوفه واحد هكذا يجي يصوره لماذا؟ لانه شفتو الحقيقه نتاعو لخاطر هو راهو يسوق في صوره دعائيه هكذا تحس بلي يلعب كوميدي كوميديا. والله شفتو انا شفت انا كان جماعه هكذا ساعه لما هكذا ننتقدوا هكذا والله يقول لي جماعه روح ليه وهضر معاه جا لهنا الوسمو التولوز هذه وين راني ساكن انا مره هكذا قال لي جماعه هاو جا رحت باش نهضر معاه هرب وجهت له سؤال بدي قلت له انت تعرف تعرف في الاشخاص تعرف النظام هنا في الاشخاص باسمه راح تخلوا في واحد القهوه هكذا وبسلمه بالعافيه شفتو ديجا ماما دوك العباد اللي دوروا معاها ما ماشي ما حنا دوك رانا نهضوا على القنوات كما قلت دوك القنوات هادو ما راهم ما يضلوا فيها دوك ما عندهمش راك شفت انا في فرنسا داك عايش في فرنسا وشد بلي قنوات قادرين يطلعوا ويهبطوا شخص دوك راهم مع الحمله راهم كالي مع بوتفليقه وكالي مع غديري والباقي هادوك يديروا مسرحيه شوف كاين والاشهارات هادوك كاين كتب راه موجوده للانسان اللي يحب يقرا ويحب يطالع كاين كتب يعني تتعلق بهذه المسائل هذه كيفاش هما يدمروا اوطان من خلال الوسائل تاع الاعلام راه دوك القناه الفضائيه راه تعادل اكثر من ثكن نتاع جيش بالصواريخ تاعها اكثر من ثكن نتاع جيش بصح كيطيح في ناس اللي هما يعرفوا يستعملوها احسن استعمال كيفاش هما مثلا يستخدموا في الفوتوشوب كيفاش يستخدموا التصاميم كيفاش يستخدموا المونتاج كيفاش يستخدموا المعلومات كيفاش تاك تشوف فيهم كاينين بعض من الناس عنوان روح تشوف دوك مثلا هذا هشام عبود هذا شوف اللوغو نتاعو اللي راه مستخدمو شوف العناوين هذوك تاع الشريطه ولا تاع واحد بروتي ما 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 ما, ما عنده حتى علاقه بالبلاغ ولكن بالدراهم قادر دوك كي لقى ناس اللي مدو كذا من بعد يلقى لي تكنيسيان هذاك واللي مقر واللي زعيم كبير بصح هادو كان يخمم استاذ دوكا زعما دوك يديها بوتفليق هادو اللي راهم يشيتو مع غديري ومنا وكيش حيديرو من بعد الحيط لا كارثه دوكا قالك حيدير من بعد الحيط من بعد سيفيني خلاص الجماعه اللي راهنوا على بنفليس راهنوا على بنفليس في وقت سابق دركا كيفاش راح يديروا مع بنفليس دركا بنفليس الا قالوا له جماعه ما تروحش ما يروحش خلي البلاصه الغديري فهمت قالوا البلاصه الجماعه راهم قالوا باللي غديري انت راك جربت شفناك في 2004 لقيناك باللي دجاجه فهمت
ومن بعد زدنا شفناك في 2014 لقيناك باللي خروف وما عندوش الوذنين ودركا احنا رانا نحوسوا على كجذيب، نحوسوا على كجذيب مفترس ونجربوا معاه، الا زدنا لقيناه خروف شوفوا واحد اخر. كارثه الله. هما هذوك مازالوا مجريين مجريين مفرخين على مستوى 48 ولايه وفي كل المؤسسات وقادرين هما كيما السيسي راح مرسي هذاك راح نحى هذاك نتاع الوسم وخرج له السيسي من دوزيام رو. هذا ذوك راهو بديل من البدائل، لكن راهم عندهم ناس اخرين. لا تنتحر لا تحكي فيها الناس دوكا راهي انتخابات هذه كارثه على كارثه ما على بالناش شنو يلحق. بصح المشكل الاستاذ دوك كان زعما تحبين غديري وبوتفليقه، في رايك كان زعما يديها غديري هكذا في رايك كيف راك تشوف الاحوال من بعد؟ شوف السلطه في الجزائر ماهيش كيما نقولوا مثلا في فرنسا، ولا قال مثلا راه كاينه مساله نتاع رقابه ونتاع نزاهه وقال اللي داها كانش المعطيات اللي راه عندك دركا كي تقدم درك هذا بوتفليقه هو اللي يفوت. فهمتك عندهم درك هما عندهم شوف عندهم القضاء تحت يديهم، الاعلام القنوات الرسميه تحت يديهم، القناه الرسميه قاسما بالله غادي نحكي لك انا بحكم المعرفه نتاعي بالاعلام يعني الى حد ما قسما بالله لو كان قناه رسميه واحده تستعمل لا بروباغوند كما راهم يستعملوا هذه القنوات في نهار قسما بالله يا الشعب نين يخرج كامل عن بكره ابيه يخرج وما مش يستعمل هما راهم يستعملوا يكالميو في الحاله ولكن هما عندهم كما كنت نقول قبيل الاخ هذاك عندهم ناس على مستوى 48 ولايه كوميساريه قطاعات العسكريه ثكنه تاع الدرك لي بريغاد دوك تاع الدرك تاع الشرطه عندهم الائمه عندهم الجمعيات عندهم راها تقارير راها توصلهم على مستوى 48 ولايه وجماعه راهم قاعدين في قاعه عمليات فهمت قاعدين في قاعه عمليات وعندهم الوسم قدامهم تقارير وي ما تزوج اكسيدون حط له و ربعات حرقت بهم الدار ارمي له زيد مجموعه تحركوا راهم يعيطوا يحيى غديري وشحال في هذو 12 ارمي له روح زيد فهمت قاعدين هما عندهم كل شيء عندهم تقارير على مستوى 48 ولايه على بالهم تذوق شوف القناه الفضائيه هذو المخدوعين والمضروبين للدماغ هذوك تبع في الريح هاهم كاينو جماعه انا كانوا يهضروا لي وعلى ما مشيتش مع ذاك وعلى ما درتش مع ذاك وعلى كذا ومن بعد دوك يجي بعد ما كنت تقول له ديرك تبع في الريح بعد 6 شهور بعد عام بعد عامين يجي يقول لك والله العظيم غير والله صح رانا يعني رانا تاكدنا باللي كنا نتبعوا في الريح تبع كمل لك تبع صح لا هما دركا عندهم جماعه على مستوى 48 ولايه كما قلت لك عندهم قنصليات عندهم كذا يو يتنافسوا فهمت يتنافسوا فيما بيناتهم شكون اللي يضرب الشتاء اكثر قال لك انا راه مثلا والي في مكان في وكان فهمتك قال الولايه هذه انا ما نقبلش انها تجيب لي انا تحت 75% او عيب انا يجي دوك انا عيط لي بوتفليقه يقول لي بلي راك ما خدمتش خدمتك يا هو ما كاينش منها باش الجماعه لازم تتحركوا باش حنا نديو مشاريع باش كذا اضرب 80 طلع زيد فهمت طلعوا هما النسبه هذيك نتاع المشاركه عندهم التزوير بمختلف الفنون نتاعو ويمشيوه عندهم كل شيء قلت لك كيما قلت قبيل الاخر قلت لك اذا كان قال هذا وزير الداخليه حكموه جماعه كتفوه وسنيوا له بيان وداروا انقلاب وقال تكلم قدام الشعب باللي راهو داها فلان ممكن اما باش هما قال يديوها عن طريق الصندوق هذه غير كون كاني كاين الناس اللي راهم يلعبوا استاذ يخلصوا الانتخابات ما كاش دور ثاني
قادرين يديروه، هما شوف مختصين في هذه المسائل قادرين يديروه، قادرين يديروك شوف دوك الدور الثاني بصح ما يديروكش غديري و هذا هو المشكل. انا هذه اللي حبيت نسقسي يديروك دور ثاني، يديروك مقري مقري وبوتفليقه مثلا باش انت دوك الجماعه هذوك من بعد يلا يحركوا لا بروباغون تاعهم قالوا دي الاسلاميين بالك او ويفوت نورمال العشريه السوداء هذه. ايه اخ سليم راك لاباس ولا؟ هذه هي الاخ الكريم يعطيك الصحه استاذ على التوضيح. الله يبارك فيك والله يعاونك وشكرا على الوعي. الله يبارك فيك شكرا للاخ محمد. شوفوا ترى الاخ حكيم هذا وخرجت الاخ حكيمه. المهم الاخ حكيم ما كنت اتصل ولكن كي جيت نطلعك رحت. شوف ترى بالك لعله للاسف الشديد الاخ حكيم شوف بالك راهو عندك ترى فتح الطريق. شوف اللي بارامتر هذوك كاين واحد القفل هكذا في تاع لي بارامتر هذوك بالك لعود راك غالقو خاطر ما نقدرش نطلعك هكا. ما راني طلعتك ويجيني ان بلوكاج ما يخليكش تطلع. ما كانش للأسف الشديد. للأسف الشديد راني حاولت باش نطلعك وما ما كانش. كل مرة نجي نطلعك ما كانش. المهم الإخوة والأخوات أتمنى هو أن رانا أفدناكم بهذا الحوار. أشكر كل الإخوة والأخوات اللي كانوا يتبعوا فينا. نشكر كل الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا النقاش وإن شاء الله نلتقي في حوارات واحدة أخرى. المرابط نتاع رشيد بالقندوز نتاع وقيلة مجموعة للأسف الشديد الأخ رشيد. رشيد للأسف الشديد راني جيت زعما نطلعك ونفس الشيء راهو عندك كم بلوكاج. المهم ما تقوليش باللي برك رشيد نتاع كندا، راني من كندا راني بزت نشفي عليك بالك تقول راني رشيد راني طلعتك منين نفس الشيء. خلي كلمة أخيرة ونختم البرنامج هذا. المهم الأخ رشيد راني طلعتك والأخ حكيم نفس الشيء طلعكم ولكن طريق مسكرة فهمت. عيسى مانيش عارفك طلبت على جلب باش نضيفك ومن بعد عاود خرجت مسكرة الطريق يا الأخ حكيم. المهم أتمنى هو أن نورنا أفدناكم. نلتقي إن شاء الله في برامج واحدة أخرى. إلى ذلك من حين تقبلوا.